بسم الله الرحمن الرحيم. أنا علي عبد الإله، إن شاء الله يبقى معايا زميلي أحمد رمان، هنبدل مع بعض الشرح في الوركشوب دي إن شاء الله. صفحتنا على الشمال تحت دي الصفحة إن شاء الله الخاصة بينا، اللي هننزل عليها أي حاجة تخصنا أو أي شغل لينا أو أي وركشوب بنعملها إن شاء الله. حابب أتكلم الأول عن الوركشوب ديت، يعني ايه اللي هيتشرح فيها بالظبط او ايه اللي هيحصل فيها. ان شاء الله الوركشوب دي مكونه من 6 سيشن، اول سيشنين بتتكلم عن الراينو، اخر 4 بيتكلموا عن الجراس سوبر. ان شاء الله يبقى فيهم انترودكشن كده عن كل جزئيه في البرنامج، ايه هي الحاجات المهمه اللي فيه، ايه هي كل حاجه، يعني الزيتونه من الاخر، يعني لان يبقى فيه طبعا في اي برنامج حاجات اللي هي الايه البيزك بتاعته الرئيسيه اللي محدش يقدر يستغنى عنها، وفي شويه رتوش كده ما بقاش ليها لازمه. فان شاء الله واحنا بنشرح هنوضح ايه اللي ليه لازمه وايه اللي ملوش لازمه، او ايه اللي بنستخدمه اكتر وليه علاقه بايه في شغلنا. فباذن الله يعني في اول سيشنين هيتم شرح انتروداكشن عن اللي هو الراينو واللي هو التي سبلاين، وازاي هنستخدمهم في ان احنا نعمل تاسكات. اما عن الجراس هوبر بقى فان شاء الله هيبقى برضو في شرح البيزك بتاعته ومع تاسكات ليه برضو، في نهاية الكورس هيبقى في مقدمة بسيطة كده عن لغة البايثون وازاي احنا هنعمل بيها فيجوال. فده ملخص بسيط عن موضوع الورك شوب ده، بيتكلم عن ايه او ايه اللي هيتشرح فيه. عايز بقى اتكلم الاول عن دي، احنا هنشرح مثلا من الراينو او هنتكلم عن الراينو والتسبلاين والجراس هوبر، اشمعنى دولت. يعني يعتبر الراينو او التسبلاين او هو الراينو طبعا منضم للتسبلاين، ده زي الايديت بولي كده بالظبط في الماكس، ومتفرع منهم اللي هو الايه البلاجن اللي هو جراس هوبر. الجراس هوبر ده يعتبر هو والتي سبلاين عصب برنامج الراينو، يعني تقريبا 1/3 الشغل اللي بيتعمل بيهم لو انت هتلجأ للراينو. يعني فليه الراينو؟ الراينو فيه ميزة معينة عن مثلا بقية برامج الشركات اوتوديسك، يعني تعتبر الراينو ده ضامن اصلا كل اللي بيتكلم عنه شركات اوتوديسك، يعني مثلا ضامن موضوع برنامج الكاد، ضامن موضوع برنامج المايا، وضامن برضه كمان معاهم موضوع برنامج ال 3 دي ماكس. ازاي انت بتقدر في الراينو تتكلم عن تعمل بلانات، تعمل انوتيشن للبلانات، انوتيشن تكست، انوتيشن قياسات، اي حاجة خاصة بتعمل برنامج الكاد، تعمل هاتشنج، اي حاجة خاصة طبعا بايه يعني قريبة للكاد. فهو تقريبا كده يعني حل محل الكاد في الموضوع دوت. بالنسبة مثلا لل 3 دي ماكس فهو شغال عادي، شغال مودلينج بأي، بالعكس ده عنده مثلا 3 أنواع من أنواع المودلينج، بيعمل مودلينج بالميشز، بيعمل مودلينج بالتي سبلاين، بيعمل مودلينج بالنيربس. وإن شاء الله هنشرح ازاي الفرق ما بينهم اصلا، الفرق بين انت تفرق زي بين ميشز والنيربس، النيربس كيرف. دي حاجه برضو بيعمل مودلينج عادي، نعمل بايديت بولي عادي زي ما بيعمل في الماكس عادي. هو كده بالظبط بيعمل عمل اللي بيعمله 3 دي ماكس. اما بالنسبه للمايه فهو ايه بيعمل شغل بقى المايه اللي هو النيربس كيرف او المودلينج بشكل ايه فلويد. هو بالمناسبة عايزين نقول إن هي مسمهاش أورجانيك أركيتكتشر، هي اسمها فلويد أركيتكتشر لأنها جاية من اللون الانسيابية بتاعة الموائع أو السوائل. فالأورجانيك ده يعني لفظ دارج بس يعني المفروض اسمها فلويد. فهو خد النقطة بتاعة النيربس أو خد النقطة بتاعة النيربس من الماية، وخد النقطة بتاعة الإيديت بولي من ال 3 دي ماكس، وخد النقطة بتاعة الايه البولو لاين والبوليجون من الكاد. فهو بالتالي جمع كده ما بين ايه ما بين التلات برامج دولت اللي خاصين بشركة اوتوديسك.
فبالتالي كده يعني هو كويس جدا ان انت تستخدمه في 3 انواع. اما بقى التيس بلاين، فهو التيس بلاين دوت ايه ده، زي ما يكون كده بلاجن، هو بلاجن فيه اصلا بيتسطب عادي، هو البرنامج بيبقى نازل من غيره بتسطبه عشان تعرف تعمل بقى ايه الشغل اللي هو الفلويد اركتكتشر. اما الجراس هوبر طبعا لما نيجي نخش نتكلم عنه، فهو بيتكلم عن الجوريزمك. فالالجوريزمك دي ايه، انت بتتعامل بشكل رياضي شوية مع البرنامج بطريقة نسبية، بطريقة حسابات، مش اللي انت بترسم وخلاص، فبيبقى بشكل منطقي شوية. في طبعا في البلاجن ده اصلا يعتبر عصب برنامج الراينو، فهو ضامن فيه مجموعة من البلاجنز برضو. يعني هو بلاجن فيه بلاجنز انت بتستخدمهم بحيث اللي انت ايه تبتدي تبني في برنامج الراينو. الاتنين طبعا مربوطين ببعض، فان شاء الله هنتكلم ونشوف فيهم حاجات هنعملها بإذن الله في الوركشوب ديت. فده بالنسبة للبرنامج ده ملخص سريع عن الورك شوب، وليه اخترنا الراينو، او ليه هنتكلم عن الراينو واختصاصاته. فبإذن الله عايز اقول بس الاول كده اللي احنا هنتكلم عنه. في السيشن دي يعني هيبقى في مقدمة كده ان شاء الله عن الراينو والتيس بلاين، وهنعرف كل حاجة فيهم بإذن الله. تاني حاجة في الآخر كده هنعمل تسكيم. أول تاسك منهم هنعمل إن شاء الله التاسك ده بالراينو، هنعمله كله إن شاء الله في السيشن دي، ومعاه اكستيريور تاني اللي هو بيتكلم عن إيه الفلويد أركتكتشر. فده بالنسبة للإيه اللي هيتم شرحه في السيشن دي. فنخش كده الأول على البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة لازم نعرفها الأول في أي برنامج قبل ما نخشه، إزاي بنعمل نافيجيشن فيه، أو النافيجيشن بتاعته إزاي. فإحنا الأول النافيجيشن بتاعة البرنامج دي مختلفة عن إيه البرامج التانية. البرامج التانية طبعا أنت بتبقى شغال بالسكرول وبالألت والكنترول، أو الألت والشيفت بتبدل ما بينهم. البرنامج ده تعمل فيه نافيجيشن إزاي؟ لو انت عايز تعمل روتيشن، الكليك يمين بتاعت الماوس ضغط عليها مع الالت، الكليك يمين مع الالت دي بتعمل زوم، اللي هو الزوم الايه الخفيف، تمام. اما الكليك يمين لوحدها دي تعمل روتيشن، طبعا السكرول تعمل ايه الزوم اللي هو الجامد، اللي هو يعني ايه مبقاش متحكم فيه قوي. لكن طبعا انت ضغط على الالت وبتبتدي تشتغل بالكليك يمين، يعني ايه تعمل دراج كده بالماوس قدام وورا قدام وورا، بتبتدي ايه تعمل زوم اوت وان بشكل ايه بشكل متحكم فيه اكتر. اما لما تيجي بقى تعمل مثلا دراج في الفيو بورت ذات نفسها، ايدك مع الشيفت وايه وكليك يمين، فده انت بتعمل دراج للفيو بورد مثلا. يعني لو حبينا نعمل مثلا بوكس، نشوف ازاي في ال نبتدي مثلا نعمل ايه نستكشف البوكس ده عامل ازاي. دراج تاني، لما اجي اعمل دراج كده واتحرك كده، ايدي على الرايت كليك بتاعت الماوس وايه والشيفت، الاتنين مع بعض كده. أما لما أجي أعمل روتيشن للفيوبورت، هو جه مثلا ألف كده حوالين البوكس، فإيه ده بالرايت كليك بتاعة الماوس، جميل. ده بالنسبة للنافيجيشن في الإيه في البرنامج، في الفيوبورت بتاعة البرنامج. نخش بعد كده تاني بقى إيه نتكلم عن التول بارز ديت اللي في البرنامج، كل واحدة فيهم كده نتكلم عنهم بشكل سريع، ونمسك واحدة واحدة نتكلم عنهم بالتفصيل. بالنسبة الأول للفيوبرت اللي على اليمين دي، فهي بتتكلم عن إيه دمبل لايرز والديسبلاي والإيه الفيوبرت بتاعت البروبرتيز بتاعتها. يعني إيه هما التلاتة ديت؟ اللايرز
زي ما موجود في الكاد بالظبط. واتكلمنا ان في الكاد بيبقى فيه ليرز طبعا، وبتعمل لها بتعمل لها قفل كده بتقفله، وبعد كده تفتحها عندي تشتغل عليها، تاخد لون معين، تاخد اوباست معينة تظهر بيها. ده موجود في الكاد، ده موجود برضو في الرايم. تبتدي تعمل نيو لير عادي، تبتدي مثلا ادي مثلا القفل بتاع الايه اللي انت تخلص عملت اللير وعملت شكل في اللير ديت ماشي. فبتبتدي تقفلها. لو هتشتغل مثلا في ايه تعالونجر، اول حاجه عشان تقف عليها تضغط دبل كليك على الايه على اللير دي. وليكن مثلا نعمل ايه الريكتانجل ده. انت دلوقتي شغال على الايه على اللير دي، حلو. اللير دلوقتي انت عايز متعملش عليها ايديت طبعا وانت شغال، فعايز تقفل، موضوع الايه القفل دوت، عشان ما وانت بتعمل سيليكشن او اي حاجه ما يبقاش ايه ليها علاقه بالسيليكشن بتاعك. فعشان تعمل القفل دوت تمام، انت كده قفلت عليها. مهما جيت تعمل سيليكشن طبعا ما فيش، يبقى تقف على لير تانية وبعد كده تقفل القفل. حلو. لما تيجي بقى تخفيها خالص، عايز تخفيها طبعا تعمل ايه تقفل اللي هو اللمبة ديت، بحيث ان انت ما تبقاش ايه شايف الموضوع خالص. بس عادي قشطة، موجودة، هي موجودة اصلا في الفيو بارت، بس انت قافلها تمام. دي بالنسبة لموضوع اللايرز. طبعا بتغير في نور لون الخط عادي بدبل كليك برضو على ال على الكالر سواتش ديت، او ال او الكالر بانل دي. فتبتدي تختار اللون اللي انت عايزه. هي تبتدي ايه، هتبتدي بشكل سريع فعلا تتعامل معاك من نفس اللون اللي انت اخترته. ده بالنسبة لإيه لموضوع اللايرز دي. تعمل نيو لاير فبتبتدي تزود اللايرات بتاعتك وتشتغل عليها زي ما انت عايز. ده بالنسبة لموضوع اللايرز. نيجي للديسبلاي. فالديسبلاي ده طبعا بتتكلم عن ايه البروبرتيز بتاعت الفيو بورت بتاعتك اللي قدامك دي اللي انا واقف فيها. لكل فيو بورت خصائص معينة انت بتتحكم فيها طبعا. بتتكلم ازاي، لو انت عندك طبعا بولي لاينز، تكست انوتيشن، ارقام، بوليجونز، مشز، اي حاجة من الحاجات دي بتبتدي انت تتحكم فيها ان انت تظهرها او متظهرهاش من الايه من الايتمز دي. عندك ايتمز بتبتدي ايه تخفي اللي انت مش عايزه وتظهر اللي انت مش عايزه، ان انت تعمل علامة صح قدام ايه قدام اللي انت عايزه او مش عايزه. عملت صح هتظهر، عملت ما عملتش صح خلاص يبقى مش هتظهر. في حاجة بقى مهمة جدا اللي هو انت ازاي تغير، يعني في ناس ما بتحبش تشتغل بشكل الفيوبرت او الباك جراوند اللي هي الايه الاساسية اللي الموجودة في البرنامج ذات نفسه. فانت بشكل طبيعي يعني تقوم محولها عادي. هي قدامك بيبقى في كذا اختيار. تعمل سوليد كولر لو انت تعمله لون واحد، تبتدي تختار اللون ده يعني مثلا سوليد كولر، يبتدي يفتح لك مثلا ايه باليت كده تختار منها الايه، تضغط على كليك تختار منها اللون اللي انت عايزه وهتبتدي تحول طبعا. لما انت عايز تحط صورة تبقى في الفيو بورت من ورا طبعا تختار ايمج، ويفتح لك طبعا ايه امتداد انت تجيب منه الايه الصورة. عايز تعمل جريدينت تو كولرز، وده بقى يعني ده جميل جدا ان انت تعمل مثلا ايه جريدينت بين يعني لونين، بحيث ان هو ايه لون مسحوب على لون بس بيبقى شكله جميل جدا وانت شغال. فاحنا نعمله مثلا ايه اللون دوت مع اللون ايه مع اللون الجري. ابتدي برضو بدل مع الايه زود اربع الوان. طبعا انت قعدت تبدل وما عجبكش حاجه من الحاجات ديت، بترجع اليوز ابلكيشن سيتنج، هيجيب لك اللون الجري اللي هو السوليد جري اللي هو كان موجود في الاول. فده عادي يعني. بتبتدي برضه تظبط الترانسبيرنت بتاعته، الشفافيه بتاعته، بيبقى تقيل ولا خفيف. نفس الكلام يعني دوت بيبقى متكرر. ده بالنسبه للديسبلاي. اما بقى بالنسبه لشكل الشاشه اللي قدامك، فانت بتتحكم في الويتس واللينس والهاي، تتحكم فيهم طبعا من ايه شكل العدسة اللي قدامك، شكل يعني عرض وطول المشهد اللي قدامك.
بحيث ان هو بيلعب في الزوم، يعني هو كده كده بيلعب في الزوم بس بايه، بارقام. انت ممكن يعني ايه يعني بتتجاهل ده كله وبتشتغل بالايه، بالرايت كليك ماوس معاك الالت، تبتدي تزوم خفيف وتبتدي ايه تزوم ايه زوم اوت زوم ان، بيبتدي الحاجات دي برضه تتغير، اللوكيشن بيتغير، اللينس ده اللي هو ايه اللي هو بيتكلم مثلا ايه عن بعدك عن ال بعدك عن الايه عن الاوبجكت اللي انت رسمه دوت، بعد اللي هو اللينس ديت عن الاوبجكت اللي انت رسمه. فده بيتكلم عن ايه خصائص الفيو بورد من حيث الويدث واللينس، والديسبلاي بيتكلم عن ايه اللي تظهره وايه اللي تخفيه في الفيو بورد عندك، تمام. وبيتكلم برضه عن الجريدينت او ازاي تغير الباك جراوند كولر. وبالمناسبة برضه في ناس شغالة في أي برنامج ما بتحبش الجريدينت دي أو الجريد ديت يعني تبقى موجودة، فبنقوم عاملينها ازاي نخفيها. نروح على فيو بورد لي اوت، تمام، نبقى موجودين عندها، وهنلاقي عندنا هنا الجريد ديسبلاي اون والجريد ديسبلاي اوف. في حاجتين عايزين نقف عنده، لما بيطلع البانل كده اللي هي موجود فيها مكتوب فيها الكلام دوت جريد ديسبلاي اون، مرسوم جنبيها ماوس. الماوس ديت في ماوس متعلم على الليفت كليك، وفي ماوس تحتيها متعلمة على الرايت كليك، جنب كل ماوس أمر معين أو أمر مختلف عن التاني. كل أمر طبعا بيعمل حاجة معينة. أول حاجة بيقولك لو أنت ضغطت على الليفت كليك هتعمل الجريد دي أون، هي طبعا معمولها أون، فاحنا عشان نخفيها هنجرب ان احنا نضغط على الايه الرايت كليك اللي هو جهه الكاتب جنبيها ايه جريد ديسبلاي اوف. فاحنا هنضغط ايه يعني تبقى ضاغط على الايقونه اللي قدامك دي كده وتضغط ايه رايت كليك. انا لما ضغطت الرايت كليك اختفى تاني، عايز ارجعها تاني اضغط ايه ليفت كليك رجعت تاني، تمام. دي بالنسبه للجريد اللي انا شغال عليه. خلاص خلصنا البانل ديت او التول بار دي، وهي طبعا تول بار مهمه جدا. ننزل طبعا على ايه على التور على الجزء اللي تحت ده البانل اللي تحت. هنا قدامك في البانل دي برسبكتيف طبعا توب فرونت رايت، تبقى شغال عليهم طبعا وانت شغال في اي موديل او اي اوبجكت، اي بروجكت انت شغال فيه طبعا لازم تتنقل حوالي يعني ايه في الاربعة فيو بيرت دولت. وكمان لما تعوز تثبت مشهد انت عايز تثبته بتحط المشهد خامس او تحط فيو بورت 5 بحيث انها ايه تبقى حاجه ثابته معاك، بعد كده ما تيجي تاخد لقطه منها تبقى ايه مش ملعوب فيها، يعني تبقى جاهزه بالظبط على اللقطه دي. بالنسبه لايه للاربعه فيو بورت اللي هنا دول. ننزل مثلا على الايه على الجريد اللي تحت دي او عن البانل اللي تحت دي. عندك هنا الجريد سناب، هنا لما تيجي ترسم شكل بيبقى بيعمل ايه سناب عند الجريد دي، ماشي، زي طبعا الموجودة في الكاد أو زي اللي موجودة طبعا في 3 دي ماكس برضه. لما أنت تيجي تعمل إيه سنابينج عند بوينت، سنابينج عند أي شيء يعني، ماشي، أي سنابينج إيدج بوينت ميد بوينت، فأنت بتستخدم إيه البانل دي. فالجريد سناب دي بيعمل سنابينج عند الإيه عند الجريد اللي هي مرسومة قدامك اللي إحنا خفيناها وأظهرناها. أما بالنسبة للأرسو فهو بيتعامل مع طبعا مع الإيه، هل الشكل ده اللي انا هرسمه هنجيب مثلا نرسم لاين، انت طول ما انت مفعلها عاملها اكتف كده ماشي، فانت هترسم كله بريبنديكولار لبعضه يعني، فانت ماشي كده يبقى تبقى ايه ماشي في ماشي كله بريبنديكولار يعني ايه كل عمود على التاني، يا اما تمشي كده يا ايه كل عمود، تمام. رحت نزلت ما فعلتهاش، تمشي في الاتجاه اللي انت عايزه وترسم اللي انت عايزه زي ما موجود في الماكس بالظبط، تمام. لما تيجي تعمل القرص دوت وانت من غير ما تفعله، يعني ازاي ترسم بيه من غير ما تفعل بالشيفت طبعا. هنا الاول عشان نستخدم امر احنا رحنا له قبل كده نضغط رايت كليك، تمام. يعني انا كنت الاول رسمت لاين حلو وخلاص خلصت الامر بتاعي، تمام، وضغطت رايت كليك وانا بنهي، يعني انا كده برسم اهو عشان انهي اقف عند النقطه دي. خلاص انا يعني ايه خلاص انا عايز انهي الخط هنا، اضغط رايت كليك
يبقى انا كده رسمت الايه اللاين بتاعي وخلص. انا عايز كمان بقى ايه ابتدي ارسم خط تاني، يعني ايه مش هروح يعني مش هروح ارجع للبانل دي تاني ماشي وارسم خط، لا ده انا هضغط رايت كليك وابتدي ارسم عادي. ساعة ما اخلص اضغط رايت كليك يبقى انا خلصت الشكل بتاعي. يعني ازاي بقى ايه ينفع الموضوع الايه القرص دوت من غير ما الجأ لموضوع ال من غير ما ارجع لموضوع ان انا ادفع القرص. هعمل اخر اعمل اخر امر انا كنت مفعله ومعايا الشيفت طبعا شغال بيه، ضغط على الشيفت فابتدي اتحرك ايه قرص قرص. تمام، ده بالنسبة للقرص. طبعا انا ممكن انا اغير فيه، مش عاجبني ان انا ابقى اشتغل بربنديكولار بزاوية 90 فانا لا اغير عادي، يعني ايه عايز اعمل قرص بزاوية 45، عايز اعمل قرص بزاوية 30 60 اي حاجة، اي حاجة مش عجباني اللي انا عايز اغيرها اضغط كليك يمين على القرص ديت واخش في ايه واخش في السيتنج. تمام، اخش في السيتنج عندي القرص سناب افري تمام اللي انا اغيرها بدل ما تكون 90 اخليها 60 اخليها 30، تعال نغيرها مثلا 30 واديها اوكي. تمام، واروح افعل، لا طبعا انا ضغطت كليك يمين هنا دلوقتي ففعل لي ان انا جبت السيتنج. تمام، يعني اخر امر انت بتبقى عامله فعلا اخير خالص بيبقى ايه لو ضغطت كليك يمين بيجيب لك ايه الموضوع بتاعه. ادي ادي اللاين. تمام، انا هفعل القرص طبعا، شوف يبتدي يلقط لوحده ايه 30 60 طبعا 30 بقى مضاعفاتها. تمام، ده بالنسبة للقرص فانا مش هفعله طبعا، لكن لما تضغط شيفت برضه طبعا لسه شغال معاك القرص ب 30، يعني هو خلاص سيبها هنا وهنا. ده بالنسبة لإيه للقرص. البلانر دوت اللي انت فيه حاجة اسمها السي بلانر اللي هو الايه السيرفس المحتوي الجريد اللي قدامك دي، دي انت بتتحكم فيها تبقى عمودية على الاوبجكت بتاعك، تبقى عمودية على الفيو بتاعك. دي طبعا هنشرحها فوق لسه ما نخلص بس الموضوع بتاع الايه الكام ايتم دول. السمارت تراك ده مسؤول طبعا عن موضوع الحسابات والكلام من ده في البرنامج. الجامبول بقى، نيجي للجامبول، احنا نسينا الاسناب، نتكلم عن الاسناب الاول. الاسناب ده طبعا ايه عايز تعمل سنابنج وانت بترسم سناب للبوينت. تمام، وانت بترسم مثلا اللاين ده كده الاسناب طبعا بتفعلها، مسافة ما بتفعلها بتتاكتف الايه البانل اللي قدامك دي. عايز تعمل سناب على الاند، سناب للنير، تمام، سناب للبوينت، سناب للميد بوينت، للسنتر، اي حاجة ايه طبعا انت عايزها بتعمل لها سناب. نفس الموضوع الايه الكات بالظبط، يعني انا هفعل مثلا ايه السنتر، موضوع السنتر والميد. حلو، عايز ارسم مثلا من اول ايه السنتر بتاع ده لغاية السنتر بتاع ده، هو عادي ينفعلها لي اهوت وابتدي ارسم وخلص الموضوع كليك يمين. ده بالنسبة لايه للاسناب. الجامبول ده بالظبط هو وحدة التحرك بتاعتك أصلا، أو يعني أهم حاجة في البرنامج. تمام، اللي هو الأكسس بتاعتك اللي أنت بتحرك بيها الشكل في البرنامج. أنا هوت مسافة مثلا أقف على أوبجكت، حلو، عايز أقف على الأوبجكت ده وأحركه مثلا إيه شمال يمين، فأنا معايا متفعل الجامبول. تمام، ورا يمين أحركه في أي مكان في الزد أكسس. عايز اعمل له سكيل في السكيل في الاكس مثلا، سكيل في الواي، متفاعل معايا. عايز اعمل له اي حاجه موجوده، تمام، احركه عادي. عايز اعمل له روتيشن، عايز اعمل له روتيت في الاتجاه ده، ده الجامبول. بس انا اكتف يعني اضغط كليك شمال على الاوبجكت اللي انا عايز احركه، وبعد كده ايه يبتدي يظهر معايا الجامبول بتاعي احرك بيه احرك بيه السيرفس عادي، احرك بيه الشكل اللي موجود. تمام، ده بالنسبه لايه للجامبول. ما نتكلم عن حاجه برضو مهمه، لو عاوزك يعني اسلك كم كذا شكل مع بعض، يعني ايه عايز اختار الشكل ده يعني الشكل ده والشكل ده والشكل ده مع بعض، انا ممكن اعمل كده سيلكشن واجمعهم كلهم مع بعض، بس انا عايز اضغطها ايه كده
يعني ايه عايز اعملها كده وكده وكده، والتلاتة بسلكت عليهم ايه يعني ايه ورا بعض كده. فازاي اعمل الموضوع دوت؟ اول اوبجكت بضغط عليه طبعا، تاني اوبجكت ال ببقى ضاغط على يعني زرار الشيفت، تمام، ضغط شيفت وبعد كده انقل على الشيفت، يعني انا بس خليني ضاغط على الشيفت وبعد كده انقل على الاوبجكت اللي بعده كده. انا ازود ايه السليكشن بتاعي، بختار ده وبختار ده وبختار ده مع بعض. عايز ما اختارش اوبجكت منهم، او يعني ايه اشيله من السليكشن بتاعي، معايا كنترول وابتدي ايه اضغط على الاوبجكت اللي انا مش عايزه. انا مش عايز ده ومش عايز اللي في النص، فمعايا كنترول وبضغط تمام على الاوبجكت اللي انا مش عايزه. ده بالنسبة لموضوع الايه، ان انا هاخد كام شكل مع بعض، يعني اعمل لهم سيلكشن او ما اعمل، او اختار مثلا واحد ما اعمل له سيلكشن من ضمن مجموعة، تمام. ف برضو موضوع مهم زي موضوع الكاد، برضو لما بنتكلم عن ايه الفرق بين سيلكشن يمين وسيلكشن لما اجيبه من الشمال. السيلكشن يمين طبعا بيبقى الايه ريكتانجلر كده، ما فيش اي البوينت فيه مش معمول لها هيدن كده، مش منقطه. فده بيختار ايه لما اقف على الشكل كده عادي، مش هيختاره، لازم ايه اخلي الريكتانجل ده يحتوي الشكل ده كله كامل. اما السيلكشن اللي بجيبه من ناحيه اليمين واسحب كده عادي، لو وقف على مثلا ايه حته كده من الاوبجكت دوت هيعمل لها سيلكشن. نفس موضوع الايه الكاد بالظبط. ده بالنسبة لموضوع البانل اللي تحت ديت خلاص خلص. نتكلم بقى عن ايه، عن اهم حاجة طبعا، اهم تول بار في البرنامج، وهي التول بار الايه. قبل ما نخش فيها الاول نتكلم عن ايه موضوع ازاي اتنقل واخلي الفيو بورت بتاعتي 4 كده قصادي زي موضوع 3D Max، واكبر اللي انا عايزها او اشوف الـ4 قصاد بعض. هنا الـ4 قصاد بعض طبعا. طبعا انت لما بتغير في فيو بورت واحدة بتغير في واحدة بس، ما بتغيرش في ايه في الرايت والشيف والفرونت والتوب، يعني انت بتغير في واحدة بس، لان كل واحدة ليها خصائص معينة بتاعتها، تمام. فكده انت دلوقتي كنت واقف في البرسبكتيف، فلما غيرت في الموضوع الجريديانت كولر في الفيو بورت فظهر فيها لوحدها، لكن ما ايه ما ظهرش في الثلاثه الباقيين، لان انت كل فيو بورت هي خاصه بايه، خاصه بحاجتها، ليها خصائص ايه وبروبرتس لوحدها اللي كنا بنتكلم عنها ايه في الديسبلاي والبروبرتس، تمام. انا دلوقتي عايز ايه، عجبني مثلا الفيو بورت ده عايز اشتغل فيها اصلا، او عايز اعمل فيها اديت معين. فانا طبعا بقى ايه بقى في الـ يعني بضغط كليك كده في الفيو بورت اللي انا عايز اقف فيها، وبعد كده اروح على المستطيل دوت واضغط دبل كليك كده، تعمل لها ايه ماكسيمم او ماكسمايز، لان انا بكبر الشاشه اللي قدامي، تمام. فابتدي ايه اشتغل عليها بقى ايه بشكل اوضح. عايز اصغرها ويبقى قدام الـ4 دبل كليك، تمام. ده بالنسبه لايه الموضوع، انا ازاي اخلي الاربع فيو بورت قدامي مظهرين. فالاول نخلينا في البرسبكتيف، تمام، دبل كليك فيه، نفتح الايه في جنبها سهم كده نشوف ايه السهم ده بيعمل ايه. بتطلع قائمة كده موجودة قدامك، تمام. الأول هنعرف ازاي القائمة دي بتعمل ايه أصلا، بتعمل ايه فعلا قدامك. ديت كذا نوع من أنواع اللي يظهر بيها الأوبجكت قدامك، يعني يظهر بيها الشكل بتاعه عامل ازاي، هل هو في لمعة، في خطوط، من غير خطوط، زي موضوع الايه الاف اللي هو الاف 2 والاف 3 في الماكس كده، اما بيعمل لك الواير فريم ظهره في الشكل او ايه او مش ظاهر في الشكل، او يبتدي يحدد الاوبجكت من غير واير فريم كده يعني. فانا عايز الاوبجكت ده قدامي يبقى ايه واير فريم، حلو، هيظهر واير فريم اهو، تمام. الاوبجكت ده عايزه قدامي شيدد، هيظهر شيدد. الاوبجكت ده عايزه قدامي يبقى ريندرد، هيظهر بالنوع الايه زي ما تكون فعلا خارج من رندرة، يعني لسه خارج من رندر. الجوستد اللي هو ايه في شكل، يعني بيحدد لك ان ازاي الايدجز اللي ورا بتبقى باينة او مش باينة. طبعا انت بتختار ايه اللي انت عايزه طبعا، يعني بتشتغل عليه. التكنيكال، الارتستيك قدام موجود قدامك برضو. افضل شيء فيهم بقى بيبقى جميل جدا، يعني لو انت تشتغل بتحب تشتغل ريندر شوب،
فبيبقى قدامك ان انت تعمل ايه السيستم بتاع البن. السيستم بتاع البن بيبقى قدامك ايه الاوبجكت ابيض خالص، ده بيساعدك في السليكشن في الماكس، في السليكشن قصدي في الشوب. وانت بتعمل سيلكشن بيبقى ايه الاوبجكت قدامك، هو متحوط بالايدجز دي بس، فما بي ما بي ايه ما بيصعبش عليك عمليه السيلكشن في الفوتوشوب. بس ده موضوع بالنسبه لايه ان انت تغير من السيستم اللي بيظهر بيه الاوبجكت في قدامك. انت طبعا ساعات بتلجأ للواير فريم لو انت مثلا في حاجه بتعملها جوه الاوبجكت ديت، فبتبقى لاجئ للواير فريم عشان ما تبقاش ايه مش يعني تبقى شايف الموضوع قدامك من جوه ومن بره برضو. الشديد بتبقى شايف الموضوع من بره بس لو انت تشتغل في الاكستيريور. بس يعني ساعات بقى ايه لما تخلص تجرب الموضوع بشكل الريندر بيبقى عامل ازاي. بس طبعا بيبقى ليه شكل واخد لمعة كده معينة من اللايت شمس، لايت اي لايت موجود قدامك. فبتبتدي انت ايه تتحكم في الموضوع ده بكل سهولة يعني. ده بالنسبة لموضوع ده اهم حاجة طبعا موجودة في الايه في الفيبورت دي. البرسبكتيف نيجي لنقطة معينة طبعا بقى ايه في الموضوع دوت. انت ممكن تغير البرسبكتيف دي، ممكن تغير البرسبكتيف دي تخليها ايه، تخليها توب، تخليها ليفت، تخليها بوتوم، اي حاجة من الحاجات دي، اي حاجة من الفيبورت ديت. فدي بتبتدي ايه تغيرها عادي وهتبقى برضه توب، ويبقى عندك اتنين توب في تحت يعني في توب توب فرونت رايت، هيبقى عندك اتنين. تمام، حبيت ترجع للبرسبكتيف. هو ايه بيبقى المشكله في ايه، هو بيشتغل على السي بلانر اللي انا قلت لك عليه، يعني ايه ضامن الجريد اللي احنا كنا بنخفي فيها وايه ونظهر. فانا عايز ارجعها تاني برسبكتيف، طبعا عادي ارجع برسبكتيف عادي اهي وابتدي اتحرك فيها عادي. تمام، دي يعني دي اهم حاجه، دي اهم حاجه في الايه في القايمه دي. غير كده احنا مش هنستخدم القايمة دي خالص، ما بتلجأ لهاش الا في الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي بس. تمام، نخش بقى لايه لاهم حاجة وهي البانل دي. طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل. والايه البانل دي؟ تمام، هي البانل الستارد، البانل اللي هي الستاندرد والسي بلان والفيو واللي ضم بقى طبعا خصائص الديسبلاي والسيلكت والفيو بورت واللي اوت والفيزابيلتي والترانسفورم والكيرف. ال 15 فيو بورت دولت او ال 15 ايتم دولت هم موجودين في الايه في البانل اللي فوق دي. هم موجود في موجوده في البانل اللي قدام دي. وبرده يعني دولت الستاندرد دي طبعا كل ما اضغط على واحده بيظهر لي معاها ايتم جديد. الستاندرد ديت معموله ليه؟ الستاندرد دي ضمه اهم ايتمز موجوده في الايه في الايتمز اللي فوق دي. يعني مثلا تيجي من السوليد او الكيرف او السيرفس والميشز تاخد منهم اهم كل ايتم فيهم او اهم كل حاجه من التولز اللي فيهم، تبتدي ايه تختلق في الايه في الستاندرد دولت. حلو، هتبتدي تعمل كيرفات، يعني عايز تعمل كيرف، عايز تعمل اي سيرفس، عايز تعمل مثلا اديت على حاجة معينة من في السوليد مثلا معينة، عايز ترسم ميشز، عايز ترسم سوليد، عايز ترسم أي حاجة، هو مجمعها لك إيه مظهرها في الإيه في الأيتمز الأيكونز اللي قدامك دي. تمام، هو مظهرها لك أهو. وبرضو إيه دي تكملة دي، يعني هو مكمل ده ومكمل ده تحت، يعني الاتنين مع بعض. كل ما تضغط على حاجة من الأيتم دولت تمام هتكتشف إن في إيه فيهم متكرر في الستاندرد ده. دليل الستاندرد ديت هو البرنامج عامله لك عشان يسهل عليك بدل ما انت بتفضل تبدل في كل دولت. بت ايه بيغنيك عن انت بتبدل فيهم يعني وبتاع. فانت ايه بيبقى قدامك الايكونز ديت ايه تشتغل فيهم عادي بسرعه، فانت وراحتك يعني. فهو من الافضل انت طبعا بتخش على كل واحده عشان ما ايه ساعات بيبقى في حاجات معينه مش موجوده، فانت بتبقى ايه تفضل تدور عليها. حاجه مهمه برضو بعديها الكوماند بانل، ده اهم حاجه في البرنامج. الكوماند بانل انت بتتكلم مع البرنامج والبرنامج طبعا بيتكلم معاك فيه، بيطلب منك انت عايز تعمل ايه، انت المفروض تعمل ايه تيجي ترسم مثلا سيركل. تعال نشوف مثلا بنرسم سيركل، انت حطيت الايه او مثلا قبل ما نرسم. تمام، زي موضوع الكاد بالظبط، الكوماند بانل بيتكلم معاك ويقول لك يعني حط السنتر فين، حط الريدياس كام،
عايز تعمل له مثلا روتيشن بيقول لك حط الانجل كام، اورينتيشن تعمل له الانجل كام برضه، عايز توجهه تحدد له بوينت مثلا معينه في اتجاه معين، فانت ايه بيتكلم معاك. فانت مسافه ما تضغط على ايكون من دولت تمام، بيظهر معاك ايه، بيقول لك سنتر اوف سيركل، حدد سنتر اوف سيركل اهو حددته، حدد الراديوس، تبتدي طبعا تكتب ايه، او انت ممكن تحدده بالدراج عادي او تسحب الماوس كده عادي من غير ما تضغط اي كليك، وطبعا ايه هو بيظبط معاك، بس انت لو عايز تتعامل بارقام تطلع هنا فوق تكتب الرقم اللي انت عايزه، ادي 2 من 10 طبعا ما تغير ما تعمل اي كليك، فهو انت بتكتب 2 من 10 مثلا، طبعا عشان السيركل الصغيره اللي عملتها والريدس ده صغير، فايه هي صغيره جدا. فده بالنسبه لموضوع الكوماند بانل. اي حاجه من الحاجات الموجوده في الايكونز ديت ليها اسم، انت ممكن تجيبها مثلا من، يعني انا ممكن اكتب سيركل حلو، ادي سيركل هيقول لي برضه سنتر اوف سيركل. في الكوماند بانل بتاع الكاد يعني اللي باين لك ان ده احلى كوماند، يعني ده افضل كوماند بانل موجود فعلا في البرامج. الكوماند بانل اللي في الكاد بيبقى محتاج اختصار تمام، انت مش عارف ترسم سيركل، تضغط سي ار او سي، مش عارف عايز ايه، تعمل ايه، تضغط الاختصار بتاعه. لكن هنا انت لما بتنسى مثلا او مفيش حاجه اسمها اختصار، او مفيش حاجه اسمها تحفظ اختصار، في حاجه انت هترسم سيركل يبقى هتكتب سيركل، في حاجه انت ترسم كيوب مثلا هتبقى ترسم تكتب ايه، كيوب، تكتب ريكتانجل، تكتب اي حاجه انت عايز تكتبها تظهر لك فوق. يعني اي خاصيه او اي خاصيه موجوده في البانلز دولت عايز تكتبها هنا هتظهر لك فعلا، وعايز ترسمها هتظهر لك، هيقول لك حدد الميد بوينت فين، البوينت بتاعتك اللي عايز تبتدي الرسم منها، كل حاجه موجوده. فالكوماند بانل دوت ده حياه البرنامج برضو، وهنتعامل معاه كتير. نبتدي بقى ايه في البانل اللي فوق دي. اول ما طبعا ما نفتح قائمه فايل، الفايل دي طبعا فيها تعمل نيو بروجكت زي ما معروف، اوبن تفتح بروجكت انت كنت شغال فيه وعايز تفتحه تكمل عليه، السيف والسيف سمول والكلام ده طبعا ملوش لازمه غير انك السيف هنا شغال كنترول اس وانت شغال في اي بروجكت، شغال كنترول اس على طول عشان طبعا الفايل يبقى بيحفظ اللي انت شغاله كل شويه. وهنتكلم من الوقت اللي فعلا البرنامج ده فيه اوتوباك بيفضل يسيف معاك، بس انت لازم تحدد له الكلام ده وهقوله حالا. طيب نخش على سيف از، اللي انت بتخش ايه تسيف الاوبجكت اللي عندك ده، او تسيف البروجكت ده عندك لكذا امتداد. يعني لو هتسيبه، مثلا تحوله للماكس، هي موجود عندك 3DS لو طبعا البروجكت موجود عندك الراينو 5 3D مودلز، ده ستيب على اي مثلا اي اصدار. 3D ستوديو ده 3DS، ده اللي هو انت بتحول من الماكس او من الماكس لي او لي للماكس، فانت لما بتيجي تحول من الراينو للماكس 3DS، او برضه لما تيجي تحول من الماكس للراينو ممكن تعملها او بي جي او 3DS. او بي جي دي الخاصيه ديت اللي بيتعامل معاها الايه الراينو، وبرضه بيتعامل مع ايه 3DS. فانت شغال مع الحوار ده، عايز تحول شوية خطوط موجودة عندك، عملت بلان ولا حاجة عايز تحولها لأوتوكاد، بتحولها لأوتوكاد دروينج تمام، دي دبليو جي تحولها ليه طبعا، وتسايف البروجكت بتاعك على ان هو امتداد للكاد، هتشد الفايل بالظبط في الكاد، هيقوم شغال معاك خطوطه كأنك كنت شغال مع الكاد بنفس الريشوز اللي موجودة، بنفس الانوتيشن، بأي تكست انت كاتبه هيبقى موجود. عندك دي يعتبر اهم امتدادات انت المفروض بتشتغل عليها. خلصت الموضوع وبعد كده ايه تبتدي تسيف الموضوع ده عندك في الجهاز في اي مكان. طبعا الاكسبورت سيلكتد ده برضه موضوع كويس، انت لما عايز تعوز، يعني اما تعوز انت يعني تسيف موضوع معين او تسيف اوبجكت معين من ضمن مجموعه من الاوبجكتس اللي موجوده عندك، فانت بتختار واحد وبعد كده تروح على ايه اكسبورت سيلكتد، ف بتسيبه على اساس اللي هو ايه، انا سايب الاوبجكت ده كانه ايه، كانه مثلا موديل كده موجود بتحطه في الايه في الراي. بس ده بالنسبه لموضوع الفايل دي، قائمه فايل دي اهم حاجه فيها. نخش على قائمه اديت بقى. قائمه اديت
طبعا انت عايز ترجع في موضوع او ترجع في اوبجكت انت رسمته وعايز يعني ما ترسموش، عايز عملت امر وعايز ترجع فيه. ال undo redo شغالة بكنترول زد، undo تمام، redo شغالة كنترول واي. ديت موجودة طبعا في اي برنامج، وديت حاجة ايه اساسية تمام. ما بنلجأش الحاجات هنا كتير، يعني شغلنا مش في قائمة edit هنا مش كتير تمام، غير اللي انت بتعمل حاجة واحدة بس في القائمة ديت. ممكن بس انت تلجأ للفيزابيلتي الهايد والشو وحوار الموضوع، موضوع الهايد والشو بس مش اكتر. وموضوع اللي انت لو نسيت مثلا اختصار الاندو والريدو، فبترجع لايه لكنترول زد او تلجأ للقائمة دي قصدي، وبعد كده تعمل اندو او ريدو تمام. قبل ما ننسى الاول عايزين نحدد موضوع ان انا ازاي اخلي البرنامج خلي البرنامج مثلا ايه يسيف لي كل قد ايه، يحط التسييف بتاع الاوتوباك فين تمام. فانت مثلا لما الملف بتزيد عليه شغل كتير تمام، فالملف بيضرب لوحده يعني. فده لازم تكون حذر وانت بتشتغل ان انت تسيف كل شوية، او تخلي الجهاز يسيف لك كل شوية، او تصدي تخلي البرنامج يسيف لك كل شوية. بس حكاية إن الجهاز يسيف كل شوية ديت بيبقى صعبة شوية، لأن طبعا الأجهزة مبتبقاش فيها مساحات كافية، فأنت بتبقى مضطر اللي أنت إيه يعني تسيف أنت، وساعات بتنسى، فالموضوع اللي أنت عملته ده كله إيه بيبوظ. فهو لوحده ولما بيجي يقفل أو يضرب بيعمل أوتوباك جنب الملف اللي أنت عامله. فأنت قبل ما تشتغل اعمل الفايل، وبعد كده إيه نيو، وأعمل له إيه هيعمل له مكان طبعا ماشي. يعني قبل ما تشتغل أدي فايل نيو تمام، أنا مش عايز أسيب الموضوع دوت. تمام، هنا الأول لما أنت تيجي تفتح مثلا تعمل نيو بروجكت مثلا، شوف أنت عايزك تشتغل بالإيه، بأني بارامتر، بالميترز او بالمليمترز او اي حاجه معينه، بيبتدي يفتح لك كانك فتح بروجكت جديد. فتحت بروجكت جديد تمام، او فتحت فيو بورت جديد او فايل جديد في الموضوع، على طول يعني، او مسافه ما تعمل كده اعمل ايه سيف از حلو على الديسك توب او اي مكان فاضي عندك، وابتدي ايه سيف الموضوع ده باسمه. وطول ما انت شغال كنترول اس ده، لو انت مش هتلجأ لموضوع ان الجهاز يسيف لك عشان ايه المساحه. وطول ما انت لو الجهاز ضرب معاك هيسيب اوتوباك في جنب الفايل اللي انت سجلته دوت. نخش على موضوع ازاي اخلي الجهاز يسيف تمام. بروح ازاي او افتح القائمه دي ازاي؟ انا فتحتها بتاعه الراينو اوبشنز، بروح على تيس بلاين، هيلاقي في بانل كده موجوده اسمها تيس بلاين، اخر حاجه موجوده فيها اوبشنز. اروح على الاوبشنز ديت، اول حاجه عايز اتكلم عنها ان هو ايه اسيب الاوتو سيف دوت او الاوتو باك اللي انا بعمله دوت يتسيف فين. ببتدي اختار له مكان، اضغط مثلا اضغط على الايقونه ديت، وبعد كده ايه بتبتدي تفتح لي الفيو بورت دي، اسيف بقى المكان ايه في الفاضي عندي. بعد ما اخلص طبعا هو هيسيف طبعا الموضوع لوحده كده من غير ما انا اتكلم، هسيبه ايه كل وقت انا بحدده له. انا هنا محدد له ان هو يسيف كل 20 دقيقه ماشي، كل 20 دقيقه يسيف لوحده في المكان اللي انا عامله فيه الاوتو سيف تمام. انت عايز تغيره غير فيه طبعا، انا عايز تخلي 60 دقيقه، ما عايز مثلا ايه ما تكتبوش خالص، ما يعملش اوتو سيف حلو، هي كده مش هيعمل اوتو سيف الا لما انت تعمل ايه لوحده. فانا ايه هنهي الموضوع دوت وخلاص احنا فهمنا الموضوع. اللي انا هضغط هنا على ايه عشان اوصل للحوار دوت، هضغط هنا على فايل تمام، فين فايل، اي فايل، هضغط على فايل هيظهر لي ايه موضوع الاوتو سيف. الجنرال هنا لما اضغط عليها ببتدي اشتغل في موضوع ان انا هيعمل لي كام اندو وكام ريدو تمام. طبعا بحدد له المينيمم والماكسيمم ماشي. فهو ده بتلعب في موضوع ان انت يعني ايه المينيمم كام، اقل حاجة تعمل لها اندو كام، والماكسيمم اندو اللي هو ايه انت مثلا ممكن تعمل 256، يعني انت بترجع في 256 امر انت عملت. طبعا انت بتغيرها عادي تمام، بتغيرها عادي، انت بتلعب بس في الماكسيمم هو اللي بيتحكم في الموضوع بتاعك. انت ممكن تعمل اندور يعني
لألف أوبجكت أنت عملته أو ألف أمر أنت خدته. حلو، فده بالنسبة للموضوع إن أنا إزاي أعمل أوتوباك، أو إزاي أسيب أوتوسيف مثلا جنب الفايل اللي أنا بعمله كل شوية، أو أخلي الفايل ده يتسيف كل شوية وأنا شغال. الواحد زي موضوع الريفت كده، لما بيجي يسألك وأنت شغال أسيب ولا مسيفش، فأنت إيه تقول له أنا عايز أسيب أو مسيفش. فده بالنسبة لموضوع ال إيه الأوتوسيف والأندو، إزاي أتحكم في أي عدد الأرقام بتاعتهم زي ما أتحكم في أي برنامج. تمام، نخش بقى الأول نتكلم عن قائمة فيو. تمام، نقول ايه اللي فيها اصلا او ايه المهم اللي فيها. قائمة فيو طبعا تكرار، هنلاقي طبعا حاجات متكررة. ازاي اعمل بان؟ طبعا احنا قلنا شيفت، البان اللي هو الدراج اللي احنا كنا بنقول عليه ازاي اتحرك يمين وشمال في الفيو بورد، اللي هو بالشيفت والايه والرايت كليك بتاعت الايه الماوس، الروتيشن بالرايت كليك بس بتاعت الماوس. تمام، الزوم، بعمل زوم اوت وان ازاي، ببقى ضاغط على الالت وبعد كده ايه بالرايت كليك بتاعت الماوس ببقى شغال عادي في الفيو بورد كده. عايز مثلا اعمل زوم اكستنت، شغال في بروجكت مثلا او شغال في اوبجكت وتاه مني وانا بعمل زوم اوت او كده فتاه مني، فانا كنت مسلكت عليه اصلا. فيعني نفس الموضوع كده يعني، بصوا ادي بوكس اهوت عامله حلو، انا كنت مسلكت عليه وبشتغل فيه والموضوع تاه مني. فانا عايز ايه، عايز ارجع للموضوع ده، فانا اعمل زوم اكستنت يقوم راجع لي على الاوبجكت اللي انا كنت ايه اللي انا كنت عايز بعمل فيه اديت معين. تمام، وهرب مني. فكده ده بالنسبه لموضوع الايه الزوم ده اهم حاجه فيه، يعني ده اهم حاجه في الزوم اللي انا بشتغل عليه اللي هو الاكستنت، زي ما هو اهم حاجه برضه في الماكس في الزوم. ازاي اعمل زوم خفيف اللي هو كنت بتكلم عليه بالالت والشيفت والرايت شيفت والرايت كليك قصدي، وزوم الاكستنت اللي هو ايه اللي انا يعني بزوم على الشكل اللي هرب مني وانا شغال، انا كنت بعمل عليه اديتنج. سيت فيو، تمام، السيت فيو دوت من الـ الكلام اللي كنا اتكلمنا عنه في الفيو ديت. تمام، هيها برضو السيت بلان دوت اللي كنت بقول عليه، ازاي هيكون البلان مثلا اللي هو محتوي الجريد ديت، ازاي اشتغل عليه في الاوبجكت، يعني ازاي اخليه مثلا وشه للاوبجكت، او ازاي بيكون عمودي عليه. ده بيتحكم طبعا وانت ايه شغال في الفيو بورت، ساعات ما بتعرفش تتحكم قوي الا لما تكون ايه السي بلان دوت عمودي بالظبط على الايه على الاوبجكت اللي انت شغال. فطول ما انت شغال والاوبجكت عمودي على على الجريد ديت، فانت كده ايه بتبقى مرتاح في الشغل. ده من اهم الحاجات اللي في القائمه ديت. طبعا السيستم بتاع الوار فريم والشيدو الريندر ده طبعا اتكلمنا فيه، فما فيش شيء جديد في الموضوع دوت او في القائمه ديت غير حاجه واحده بس هنتكلم عليها قدام، اللي هي الكليبنج بلان. الكليبنج بلان ديت اللي انا بعمل اللي هو زي فري اللي زي الفري كليبر كده في الماكس. الفري كليبر لما اعمل مثلا سيكشن في الماكس، ده السيكشن بتاعي في الراينو اللي بعمل كليبنج بلان، ببتدي ايه يقول لك اتكلم على الكوماند بانل كده، بيقول لك فيرست كورنر اوف ريكتانجل اهو، السكند كورنر اهو. تمام، انا هبتدي اعمله مثلا ايه لفوق، لو هتيجي اعمل لفوق ومش شايف حاجه، الاذر كورنر انا محددتهولوش. تمام، انا عايز ايه اعمله طبعا ايه يبقى قدامي كده، فانا ايه عايز ده السيكشن بتاعي. عايز اشوف الموضوع في الايه، طبعا عشان ده بوكس احنا كنا عاملينه بوكس اصلا، فانا الموضوع يبقى زير في الطب، كل محرك افعل الجامبول، كل محرك السيكشن، هو طبعا الايه البوكس اهوت قدامي في البرسبكتيف، البوكس ايه في البرسبكتيف اهو، كل ما حرك كده كل ما بيقطع في الايه في البوكس، كل ما بيقطع ده السكشن بتاعي زي الايه الفري كليبر كده في الايه في الماكس، هو بيعمل السكشن بتاعي. ده اهم حاجه طبعا في الايه في القائمه دي. اما من ايه بالنسبه لقائمه كيرف بقى، عايزين نتكلم الاول عن حاجات معينه، ازاي ارسم، ايه الفرق بين البوينت، ايه الفرق بين اللاين، ايه الفرق بين البولي لاين، ايه الفرق بين الميش سيرفس، ايه الفرق بين النيربس سيرفس. فاحنا عايزين نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل.
نقف الاول في ايه، في الطب عشان نعرف نتكلم. هنا انا واقف يعني ايه، انا قلت لك الستاندرد، قائمه الستاندرد واخده من كل حاجه في الايه، في القائم دي، فاحنا هنشتغل فيها لانها ضمه كل حاجه في الكيرفز. فعلا هي كل حاجه موجوده في الكيرفز هنا موجوده في قائمه ايه، ستاندرد هنا، تمام. فاحنا هنتكلم عنها ونشوف ايه اللي ناقصنا منها وايه نروح ناخده من قائمه كيرفز تاني. فاحنا نقف في الستاندرد ونشوف مثلا ايه دي السهم ده، طبعا بيتكلم عن موضوع انت بتعمل سلك اللي هو ايه، سلكشن عادي يعني، اه سلكشن عادي، او هتختار حاجه. فده السهم بتاعك بيبقى في ايه، عند كل اوردر كده او عند كل مثلا ايه ايكون معينه بيبقى فيه ايه السهم الصغير ده. السهم الصغير ده مسافه ما تضغط عليه هو بيفتح قائمه تانية فيها طبعا مجموعه من الايه، من الاوامر، تمام، مجموعه من الاوامر يعني ايه. بالاضافه لدي يعني هو مش هحط لك كل دولت في قوائم كتير، وهيعمل قوائم كتير في البرنامج فيزود الدنيا. فبيعمل لوحده البوينت، ودول طبعا تحت مسمى البوينت يعني بيتعمل. فاحنا عشان نرسم بوينت هنضغط طبعا على الايه، على البوينت دي، فنرسم بوينت واحده. قعدنا نرسم كام بوينت ورا بعض، فايه هنضغط على ايه المالتيبلاي بوينتس، فايه نبتدي نرسم كذا بوينت بدل ما نفضل بقى ايه نرجع هناك ونرسم، او نضغط رايت كليك ويعيد لنا الاوردر الاخير، تمام. فاحنا انا هنا فعل القرص طبعا او لو سناب، فبالتالي ايه بتدي يلقط كده. فانا عايز ارسم كذا بوينت ورا بعض، حلو. ف كده انا من غير ما افضل بقى ايه ارجع في الاوردر، فرسم لي الاوردر بعد ما اخلص رايت كليك. ده اهم حاجه في الايه، في موضوع البوينت، تمام. موضوع البوينت ده اهم حاجه، ان انت بترسم بوينت واحده او مجموعه بوينتس. كل اللي جاي دولت بقى طبعا ايه ملوش لازمه. فنخش طبعا بقى على ايه موضوع اللاين ده، دي اللاينز، تمام. نسيب لاين، نسيب بوينت واحده، نسيب بوينت واحده موجوده او اتنين عشان نعرف ايه الفرق بين البوينت واللاين. ده اللاين، تمام. برضه بضغط على السهم يطلع لي كذا ايه، يطلع لي كذا اوردر موجود جنبه. فانا ايه هختار اللاين الاول، ادي لاين اهو كده، اللاين بقى ايه بولو لاين، تمام. يعني انا ممكن ارسم لاين واحده مسافه ما بيزيد مسافه مسافه ما اللاين يزيد عن ايه، عن تو ايدجز بيبقى ايه بولو لاين. يعني انا دلوقتي اهوت كده بقى بولو لاين، هو لاين كده بقى بولو لاين، حلو. ما هو زاد عن ايه، عن تو ايدجز، او قصدي زاد عن ايه، زاد عن ال عن ايدج واحد، فبيبتدي يتحول لايه، لبولو لاين. انا عاوز طبعا ايه ارسم بقى الايه البولو لاين كده على طول بدل ما ارجع لللاين، فعادي يعني شغال عادي. ده بالنسبة، ده أهم حاجة طبعا في إيه، في اللاينز برضه، تمام. ده لما يكون مثلا عندي سيرفس وعايز أرسم لاين عمودي عليه أنا مبلجألهاش كتير، بس تعال نجرب. بس لازم يكون عندي الأول إيه أي سيرفس أشتغل عليه، نقف في الشيدد عشان نبقى واخدين بالنا الموضوع بيبقى عامل إزاي. انا برجع لها في الايه، في ادي السيرفس اللي هرسم عليه اون سيرفس، وابتدي يعمل لي فيكتورز كده حوالين ايه الفيكتورز دي عمودية على السيرفس بتاع الكورة، فهو ايه ارسم اللاين عمودي عليه، اه تمام. ده بالنسبة للموضوع ان اللاينز تبقى نورمال على الايه، على السيرفس اللي موجود قدامي، تمام. ده بالنسبة لموضوع البولو لاين. نيجي بقى لأهم حاجة في البرنامج اللي انا بتكلم عليها، نرجع للطب تاني عشان نعرف الفرق كده. احنا اول بوينت لاين بولي لاين، نيجي بقى للكيرفز. ايه الفرق طبعا من هنا، يعني ايه الفرق بين اي كيرف في اي برنامج والبرنامج ده؟ الكيرف بتاع البرنامج ده، الكيرف بتاع البرنامج ده الكيرفتشر بتاعه، الكيرفتشر بتاعه سلس شويه، مش اللي هو ايه في ديفورميشن في حته معينه فبيبتدي يضايقك. لا هو انت شغال معاه، انت شغال مع يعني الكيرف اهو،
شوفها مثلا في سهم برضه يقول لك ايه ايه الفرق بين الكيرف ده والكيرف ده. انت بترسم هنا ايه البوينت اللي انت في حاجة معينة عايز اكلمك عنها الاول. وانت بترسم اي كيرف حلو، الكيرف في كيرف اتعمل من باوندري بوينت وفي كيرف اتعمل من بوينت. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الكيرف اللي اتعمل بالبوينت، البوينت اللي انت عملتها ديت موجودة، يعني دي موجودة في الكيرف ذات نفسه. تمام، يعني لو قسمت الكيرف دوت اللي انا معلم عليه دوت لشوية نقط، هيبقى هي النقط اللي انا ايه رسمتها. اما لو جيت رسمت الكيرف بالطريقه الانتربوليت اللي يبقى فيها كيرفيتشر اكتر، تمام، ميبقاش فيها ديفورميشن، شكله مش لطيف زي اللي كان في ايه في اللي انا واقف عليه دوت اللي انا بلف حواليه. ف ده بيبقى ايه البوينت اللي انا بعمل منها الكيرف دوت. البوينت اللي انا بعمل منها الكيرف دوت بيبقى ايه واخد لاين. تمام، بيبقى عامل الموضوع ده ازاي؟ بيبقى واخد لاين، شوف اللاين اللي انا هرسمه ده كده واللاين اللي انا هرسمه دوت كده، بيظبطها الموضوع ان بيبقى في حاجة اسمها التنجنت للكيرف من الحتة دي والتنجنت للكيرف من الحتة دي، والبوينت اللي انا بحطها وارسم منها الكيرف، تمام، هي البوينت بتاعت الايه التقاطع بتاع التنجنت ده والتنجنت ده. فبالتالي بتحكم في السموثنس بتاعت الكيرف بشكل انضف شويه عن الايه الكيرف اللي انا كنت عامله هنا. يعني حتى وانا برسم، خد بالك اه، او حتى خد بالك من ايكون، هنوضح كل حاجه برسم الايكونز. ايه الفرق بين الكيرف اللي انا برسمه من هنا وايه الفرق بين ايه من طريقه الرسم دي؟ يبقى قلنا لو هخلي الشكل سلس شويه، لو هخلي الشكل سلس ونضيف، فبيبقى ايه الكيرفتشر بتاعه البوينت بتاعته موجودة في الايه في الكيرف ذات نفسه. لكن لو هيبقى عادي كده وبتلعب فيه وخلاص، مش يعني في ديفورميشن وبتاع، فبيبقى ايه البوينت بتاعته مش موجودة على الكيرف. تمام، وهنا البوينت موجودة على الكيرف ازاي عشان نظبط الكيرفتشر؟ صح، هنا خد البوينت اللي هنا وخد البوينت اللي هنا وابتدى يظبطهم بالتنجنت دي، فبالتالي ظبطت الكيرف بتاع البولي لاين ده. ده بالنسبة لايه لموضوع اللاينز والبولي لاينز. نقطة مهمة فعلا في موضوع الايه البولي لاين او الكيرف اللي احنا بنعمله، اهم حاجة هنا في الموضوع اللي انت بترسم كيرف على سيرفس. تعال نجرب كده، لو انا مثلا رسمت سفير وقفت في البرسبكتيف، فانا عايز ارسم مثلا كيرف على السيرفس دوت، اعمل ايه؟ اقوم ضغط على ايه انتربوليت اون سيرفس، انتربوليت اون سيرفس، هيقول لي اختار السيرفس الاول اللي انت عايز ترسم عليه الكيرف في الكوماند بانل، وبعد كده ايه ستارت ايه ستارت اوف كيرف. فانت تبتدي ايه ترسم، تبتدي ايه ترسم. ده شغال بمبدأ ايه؟ شغال بمبدأ ان النقط على اللاين او النقط على الكيرف اللي انا برسمه. تمام، النقطة على اللاين اللي انا برسمها، النقطة على اللاين اللي انا برسمها، فبيبتدي يظبطها بالايه بالتنجنت من هنا والتنجنت من هنا، فبتطلع الكيرفتشر نضيف. اما التاني الكيرفتشر بتاعه مش نضيف، فبيبقى اللاين بره، يعني انت بترسم له الباوندري بتاعه وبيبقى ايه اللاين زي ما يجي يجي. تمام، او الكيرف قصدي زي ما بيجي يجي. يعني انا مثلا برسم لاين على سيرفس ليه؟ عايز اعمل فتحة في ال... عايز اعمل فتحة في السيرفس ده، يعني مثلا حبيت افتح الفتحة ديت في السيرفس ده، فابتدي ارسم الكيرف دوت على السيرفس دوت، واروح على حاجه اسمها سبليت. تمام، اضغط على السبليت ديت، يقول لي سيلكت اوبجكت اوف يعني اللي انا عايز اعمله سبليت، فاضغط على الاوبجكت اه، هيقول لي وبعد كده يقول لي ايه بعد ما تضغط على الاوبجكت دوت بريس انتر، ضغط انتر، بعد كده سيلكت كاتنج اوبجكت، يعني اللي هعمل له كاتنج، اللي هعمل بيه كاتنج ايه اللي هو الكيرف، انا ضغطت عليه، وبعد كده ابتدي اضغط ايه انتر برضه. اجي مثلا اقف على السيرفس اللي ايه اللي خلاص اتعمل له كاتنج واعمل له ديليت، هلاقي فعلا اتحفر حفرة. تمام، اتحفر حفرة في ال هتتشاف اهيت بالريندرد، اتحفر حفرة في الايه في السفير ديت بموضوع السبليت. تمام،
ده الحاجة اللي بنلجأ لها في إيه، في موضوع الرسم على ال يعني أنا هرسم على سيرفس، يبقى أنا هعمل سبليت بالحوار دوت، وبعد كده إيه أبتدي أحدد السيرفس بتاعي، وبعد كده أعمل إيه الكاتنج سيرفس اللي أنا هعمله. ده موضوع الإيه، البولي لاين على إيه، الانتربوليت كيرف على السيرفس. تمام، نيجي بقى لو عايز ترسم اليكس، عايز ترسم سبايرال، او عايز ترسم مثلا ايه مثلا ايه، تعال نرسم اليكس. بيبتدي يقول لك الاول ستارت اوف اكس، انا عايز ارسم البدايه بتاعه الاكس اهيت، بعد كده الاند اوف اكس، بعد كده ايه بيبتدي بقى يطلع لك كام بارامتر كده تحدد يعني تعلي يعني ايه تشتغل عليهم في الكوماند بانك. عايز الديامتر تبتدي برضه ايه تكتبه له، او عايزك تكتبه له اصلا. بعد كده عدد التيرنز، عايزها كام لفة، بعد كده هو كاتب لك 10 لفات اهوت. بعد كده البيتشز اللي هو المسافة بين كل لفة ولفة تبقى قد ايه، تمام، والتويست بتاعته هتبقى ازاي. حلو، فدوت الموضوع بتاع الاليكس. انا مثلا ايه عايزه 5 لفات، فاعمل 5 تيرنز. يبتدي ايه واضح ان ايه التيرنز خفت اهيت في الموضوع. عايزه مثلا الديامتر بتاعه يبقى 4 مثلا، او اضغط مثلا 4 واضغط انتر، هلاقي الموضوع برضو بيصغر معايا اهوت. البيتشز هبتدي مثلا اضغط على البيتشز دي كده واكتب له مثلا ايه، عايز البيتشز دي تبقى 3، اللي هي المسافة بين كل ترن وترن، المسافة بين ترن وترن دي هي اللي اسمها البيتش، فبتدي تبقى 3 يعني اصغرها واتحكم فيها عادي. ده السبايرال، خلصت الموضوع بتاعي، ابتدي اضغط ايه ليفت كليك. تمام، ده بالنسبة عايز اعمل اليكس. فانت بتتكلم على ايه الكوماند بانل، عايز تعمل مثلا الموضوع ده مهم جدا، اللي انت تعمل ايه سماش، سماش ما بين ايه او توين ما بين الايه لاين ولاين. ده بيبقى جميل جدا في موضوع اللي انت تعمل اللاي اوت في الموضوع الفلويد اركتكتشر. انت مثلا حوالي يعني قدامك واقف في الطب هنا مثلا، رسمت كيرف انا كده، ويعني ايه يعني متخيل ان ده اوبجكت مرسوم في النص، اللي هو الاورجانيك او الفلويد اوبجكت اللي انا رسمه في النص، وابتدي مثلا عايز اعمل ايه لاي اوت حواليه كده. تمام، اللي اول دوت معروف ان بيبقى في اي فلويد اركتكتشر او اي نوع من انواع الاورجانيك اركتكتشر، اللي اوت بتاعه اللي مشهوره بيها طبعا زي حديد او ريم كولاس او اي حد من الناس ديت المشهورين بالاورجانيك او الفلويد. فبيبتدي ايه تعمل سيلكشن على اللاين ده وتعمل سيلكشن على اللاين ده. حلو، وبعد كده تروح على الانتربوليت او الموضوع الكيرف، وتروح على موضوع اسمه ايه توين بتوين تو كيرفز. حلو، هنا بيطلع لك 2 ايتم او 2 بارامتر تبتدي تشتغل عليه. هنا يقول لك انت عايز تعمل كام خط، كأنك بتعمل اوفست ما بين الخطوط ديت، بس بيطلعها بشكل اسرع. النمبر هنا انا مش عايزها 10، انا ممكن اعملها مثلا 20. حلو، فبتدي اعمل ستيبز اكتر. هي طبعا في لي اوت واحد او في بلان واحد، بس هي بتعمل شكل ستيبات كويس. انت طبعا ايه هنعمل بوم حركة كويسة دلوقتي. هنا موضوع الماتش ميثود ديت ملوش لازمة قوي، يعني انت خلاص حددت موضوع النمبرز اللي بتاعت الكيرفز اللي هتتعمل ما بين الكيرفين دولت، فخلاص الموضوع ده سهل. خلصت موضوعك خلاص، اضغط رايت كليك وخلص الحوار. اقفل البرسبكتيف، اتفرج على شكل الخطوط شكلها كويس جدا. فانت بتعمل ايه بقى، بتقوم رايح مثلا عند الخطوط دي عشان تعمل الاستبات ديت، تروح عند الخط ده كده تبتدي تحرك واحد فوق، مرة واحد فوق مرة واحد تحت كده يعني. فما ادي واحد فوق مثلا حركناه، ده واحد كده مثلا ايه حركه تحت كده. كده مثلا
كده. نخلي مثلا يعني الموضوع مثلا ايه، موضوع الاستبات يبقى كده مثلا. تمام، نروح على حاجة مهمة جدا في الشغل، وانت اللي هي موضوع اللوفت. يعني ايه لوفت؟ يعني الموضوع اللي انا هوصل زي الكروس سيكشن في الماكس، في حاجة اسمها لوفت هنا في الايه، في الراين. هعمل ايه باللوفت ده؟ انا هوصل ما بين الكيرف ده والكيرف ده بسيرفس. تمام، فنشوف الموضوع ده مع بعض. طبعا ايه، نكتب لوفت عادي في الكوماند بانل. ادي لوفت، هيبتدي يقول لك سيلكت كيرفز تو لوفت. لازم طبعا ايه تجيبهم له بالترتيب ورا بعض، ما ينفعش تسبق كيرف عن الكيرف. تمام، زي موضوع انت في الماكس كده، لازم يكون ترتيب البوينت مظبوط مع بعضه، وما فيش بوينت زيادة عن اللي موجودة في الكيرف التاني. فانت تمشي كده معاه، لانه اي غلطة بيعمل ديفورميشن رخم. انا حددت له الكيرفات ديت مثلا كده. بعد ما اخلص عملت ايه؟ طبعا هو الموضوع باظ مني ليه؟ هو الموضوع مش حلو ليه؟ لان انا اكيد سبقت كيرف عن كيرف، فحصل الموضوع بتاع الديفورميشن ده. فانا اقف الطب افضل عشان ابقى شايفهم. تمام، عشان انا ما حركتش حاجه في الا في الزد بس. فانا هعمل رايت كليك تاني على في الفريبورت عادي، عشان ازود ايه، يعني اكرر الامر اللي انا كنت موجود فيه. فابتدي احدد له الكيرفات. كفايه مثلا اول شويه دول، نروح مثلا دولت، وبعد كده ما نخلص نعمل انتر. في الستايلز بنلجأ لنوعين. اول واحد اللي هو النورمال. النورمال ده بيبقى فيه سنه كيرفتشر كده في السيرفس اللي بيطلع. اما الستريت سيكشن ده بيبقى على طول ستريت، ما بيبقاش فيه ايه كيرفتش. تعال نجرب ده، تعال نجرب ده. لو عملنا مثلا نورمال ووقفنا في البرسبكتيف، شوف اللاين بقى طالع عامل ازاي. نقف الشديد عشان يبان شكله افضل، قصدي في الريندر عشان يبان شكله افضل. تمام، دي بتاع موضوع الاستبات في الايه، في الفلويد اركتكتشر وانت شغال. طبعا انت ما دام عملت السكشن اللوفت، خلاص ما ينفعش تمسك مثلا لاين انت بتبتدي ترفع فيه تقول هيغير. لا، هو مش هيغير حاجه، خلاص هو اتعمل يبقى مش هيتغير. فده بالنسبه للموضوع اللي انت ايه، تعمل لوفت في موضوع الاستبات. حبيت مثلا بقى تجرب موضوع الستريت سيرفس في اللوفت، انت طبعا نضغط رايت كليك. طبعا ما عملش، لان احنا كنت عامل نافيجيشن للاين. هيقول لي حدد الكيرفات. حددتها له بعد ما ضغطت انتر. نجرب موضوع اللي هو الايه، تعال نشوف مثلا لما زودت كده، هي شكلها بقى افضل لما زودت. اهي تمام، ده مثلا بالستريت، موضوع الستريت اي سيكشنز او الستريت سيرفس، بيبقى ايه الموضوع ايه، ستريت كده يعني ما فيش كيرفتشر في الموضوع. تمام، دي طريقة تبدأ بقى ايه، تعمل تطلع كيرف فوق، تطلع كيرف تحت، تفضل بقى تظبط الموضوع بحيث ان انت لو هتزود اضاءة تحت سيكشن معين، بحيث انه يعمل ريفليكشن على الارض، يزود مثلا ضباب كده تحت الارض اللايت اللي انت عامله، فبيبقى شكله لطيف يعني. ده بالنسبة لموضوع اللوفتنج. هنا طبعا ايه، السيركل بتبتدي ترسم سيركل دايرة، بتحدد له الريديوس فين، الريديوس كام قصدي، والنقطة اللي هترسم عندها. هنا بيبتدي يزود بقى الموضوع، بترسم اليبسويد او ترسم مثلا البرابولا او الهايبرابولا، ترسم براحتك. هنا الكيرف، هنا موضوع الكيرف، ترسم كيرف بارك مثلا، تحدد له النقطة اللي هنا وبتاعته اللي انت تبتدي عندها، وبتبتدي تفتح فتحة الارك هتبقى قد ايه. يعني مثلا نقطة اهيت دي اللي قال لك الستارت اوف ارك. تمام خلاص عملناها، وال انت الاول بتعمل له النقطة اللي هتبتدي عندها الايه، اللي هي السنتر للارك. تمام، اللي احنا عملناه في الاول، تعالى نعملها تاني. السنتر بتاع الارك
حطيناه. بعد كده النقطة اللي هتيجي عندها الأرك أنت بتحطها له اهوت. بعد كده تبتدي تفتح الفتحة بتاعته، خلاص هو أنت كده ضغطت خلصت، خلصت أنت الأرك كده. بعد ما أنت خلصت موضوع الأرك، رسم الأرك كده خلاص، يعني هو بيبتدي بقى يكرر شوية أوامر إزاي ترسمه، مثلا من نقطتين بس، مش عارف من نقطة بره من نقطة جوه كده، يعني يبتدي يغير في حاجات أنا سهل. أنت بقى موضوع سهل بالنسبة لك، أنت تعرف تتعامل معاه إزاي. هنا رسم شوية ريكتانجولار، مش عارف أي حاجة بقى، إيه يعني موجودة مثلا بشكل ريكتانجولار. عايز تخليه شيء مربع يبقى إيدك على الشيفت، بس هو طبعا هنا مش هيشتغل لأن إحنا كنا مغيرين الأورثو مخلينه 30 تقريبا، عمره ما يبقى معانا مربع. قال 90 أوكي، فتعال نجربه كده تاني. لو ضغطين شيفت هيبقى مربع أهو. لو مثلا لو بنرسم اليبسويد على فكرة برضو هيبقى، تعال نرسم مثلا ايه اليبس، لو بنرسم اليبس فالموضوع بالنسبة لنا مش شغال هنا. نتفكر لو ممكن نشتغل مع الموضوع ده، بس لا هو بيرسم اليبس، يعني هيرسم اليبس مش هيغير الموضوع. لما بيكون الموضوع مثلا ايه، لو في إليبس حر مثلا، مش لو في إليبس حر انت بترسمه بشكل حر، فزي موضوع الريكتانجل الحر دوت، فانت بتتحكم بالشيفت تمام. هنا بقى بتبتدي مثلا ترسم اللي هو الايه المشويه بقى، ايه المضلعات، بيبتدي الموضوع يكبر بقى معاك من لاين لكيرف، من كيرف البوليجون من البولي لاين، ومن البولي لاين يبتدي يخش بقى في ايه، في كلوز ذا كيرفز تمام، اللي هو اشكال معينه بقى حسب انت واختيارك. نيجي هنا لحاجه مهمه جدا، ان هنا بتبتدي تعمل في القائمه ديت في حاجتين مهمين. انت لما تيجي تعمل مثلا بين كيرف وكيرف فيلت او تشامفر، فانت بتلجأ للموضوع اللي هو ايه، انا مثلا عندي كيرفين او عندي مثلا ايه تمام، ادي بولي لاين اهوت رسمت خلصته. عايز اعمل هنا في الحتة دي كيرفيتشر كده، فازاي هعمله؟ هلجأ لموضوع الايه اللي تشامفر الفيلت قصدي تمام. انا هعمل ايه فيلت، وبعد كده هجرب برضو اعمله ايه بالشامفر. هعمل فيلت، فبيقول لك سيلكت الفيرست كيرف اوت، فخلاص هو عمله. انا لما ضغطت الاتنين فهو ظبطها لوحده. ليه؟ انه كان ايه واخد الاوردرز بتاعته فوق لوحده، فانا قاعد اغير فيه، اعيد الامر تاني. انا اغير مثلا، عايز الراديوس مش عايز واحد، عايزه نص تمام. فابتدي اديله انتر سكند كيرف، فخلاص خلصت عمل ايه الفيلد بتاعته. عايز اعمل مثلا ايه الموضوع التشامفر، برضه اضغط على امر التشامفر، اضغط له على سيلكت اول كيرف، بعد كده تاني كيرف تمام. طبعا ما ينفعش يجملها هنا لما ايه، لما نعملها في موضوع جديد، لان هنا في يتعمل قبله ايه فيلت، فمهما عملنا مش هيغير. نجرب بقى نعمل فيلت، نعمل تشامبر، نحددنا اول ايه اول كيرف، تاني كيرف اتعمل، وبعد كده عمل ايه التشامبر بتاعته. طبعا كان واخد الديستانس بتاعته ومظبط الدنيا، احنا ممكن نلعب فيها براحتنا، ده اهم حاجة في النقطة دي تمام. نيجي نتكلم بقى عن ايه موضوع، نخش في السيرفس بقى تمام. بس قبل ما نخش في السيرفس في حاجة مهمة، في الموضوع الايه في القائمة بتاعت الفيلت والتشامفر. في الفيلت والتشامفر بيبقى في حاجة اسمها ريبيلد كيرف. انا دلوقتي عامل كيرف من كام نقطة، انا عامل وقت كيرف، عايز افتح النقط اللي معمول منها الكيرف ديت. في حاجه اسمها هنا اوبن بوينتس، لو البوينتس اون تمام، اللي بتبدا اضغط عليها كليك يفتح لي البوينت اللي انا ايه بقى اشتغل عليها، او اتعمل منها الكيرف ده تمام. البوينت اللي اتعمل منها الكيرف موجوده قدامي، وده الموضوع بتاع البوينت اللي انا كنت بتكلم عليه في الاول، ان ازاي بتطلع كيرفيتشر مش كيرفيتشر. فدي البوينت اللي ايه موجودة عندي
فانا عايز اعمل ريبيلد للايه، يعني ايه ريبيلد؟ يعني ابتدي زود النقط دي، تمام. كل ما زود النقط كل ما الكيرفتشر بيختلف، تمام. فانا هحدد له الكيرف اهو. لا احنا ما عملناش، حلو. فابتدي ازود الايه، البوينت. البوينت عندي طبعا كل ما ازود فيها هتزيد عندي في الفيو بورت في الكيرف، فيبتدي ايه ياخد الكيرف سموثنس اكتر. كل ما البوينت تبقى في الكيرف كل ما بتاخد سموثنس اكتر، ياخد سموثنس اكتر كل ما تبقى في الايه، في الكيرف، تمام. ده بالنسبة لموضوع ان انا هعمل ريبيلد زي الموضوع بتاع ايه، اد بوينت في الماكس كده. انا بقارن لك ما بين الاثنين عشان اللي كان شغال على حاجة معينة بيحب يقارن، فمعلومة تظبط في دماغه يعني لما بيحب يقارن. ده بالنسبة لموضوع ال البوينت اون، وازاي اعمل ريبيلد للبوينت اللي موجودة في الكيرف ديت بحيث ان انا ايه ازود الكيرفتشر بتاعها اكتر، تمام. ده بالنسبة للكيرفز، ده بالنسبة للكيرفز. عايزين نكمل عليه بجزئية معينة عشان احنا موضوع الكيرف الجرف حتة الكيرف دي خالص نلغيها ونبقى ايه خلصنا الموضوع الكيرف. نفتح مثلا، احنا قلنا هنخلص اللي في الستاندرد، تمام. او مثلا كيرف تول دي هات مثلا، طبعا دي اللي كانت موجودة في الستاندرد. لو انتم مركزين هتلاقي ده اللي كان موجود فعلا في الستاندرد وما كنت شغال عليه. في حاجة برضو عايزين نقول عليها، الموضوع الجوين، موضوع الجوين والاكسبلود والايه والترم، تمام. لو انا عندي مثلا نقف في الستاندرد، ادي كيرف، تمام. ادي لاين، وادي ايه لاين عامل معايا انترسكشن. خلصت انا اللاين دوت واللاين ده. انا دلوقتي عايز اخلي اللاين، خلي اللاين دوت مثلا يقف عند ايه، عند اللاين ده. فطبعا هعمل له ايه، هعمل له تريم. هعمل ايه للجزء ده، ايه هعمل تريم. هعمل تريم هنا، هيقول لي سيلكت كاتنج اوبجكت، فانا هعمل له سيلكت ده، تمام، واضغط انتر. وبعد كده هيقول لي سيلكت اوبجكت تريم، فانا هضغط على الجزء اللي انا عايز اشيله، تمام. عايز اكمل بس نفس الموضوع، عايز اكرر نفس الموضوع. في اوبجكت فيهم هيقطع، وفي اوبجكت فيهم هيتقطع، فهتبقى ماشي مع الكوماند بانل بالترتيب كده. انا اكرر الامر تاني عشان ايه اشيل الجزئيه دي. هيقول لي سيلكت الكاتنج اوبجكت، ده الايه الاوبجكت اللي هيقطع. هيقول لي بعد كده حدد موضوع الجزء اللي هيتقطع، فانا اقوم ضغط على دي، ابتدى اعمل ما بين الايه، ابتدى اعمل ريكتانجل. هيبتدي يعمل ايه ريكتانجل، ونكمل كده بقى ايه لو فضلنا ماشيين بالحوارات دي زي موضوع الكاد برضه، تمام. لو زومنا قوي هنلاقيهم فعلا ايه مظبوطين مع بعض، ومفيش واحدة اطول من التانية، او كله واقف عند الحد اللي انا كنت عايز اعمل عنده. دول دلوقتي متفككين عن بعض، تمام. انا عايز اضمهم تبقى حاجة واحدة. الجوين ده ما بيشتغلش الا في موضوع واحد، في موضوع اللي يبقى عندي ميشز، تمام، ولاينز. ما ينفعش اعمل جوين لاوبجكت على بعض، تمام، سوليد يعني او سيرفس. ما ينفعش اعمل جوين لسيرفس على سيرفس، او جوين لسوليد على سوليد. الجوين هنا بيشتغل في حاجتين، في الميشز والكيرفز. فانا عندي كيرف اهو مثلا عايز اعمل اخليهم حاجه واحده، فجوين لده وجوين لده، وابتدي اديله ايه انتر، اسلك عليهم بقوا حاجة واحدة، تمام. عايز ارجعهم تاني يبقوا حاجتين، نشتغل بموضوع الايه الاكسبلود. عملت لهم اكسبلود، ده بقى حاجة واحدة، وده بقى ايه بقى حاجة واحدة، تمام. عايز، مش عايز اخليهم حاجة واحدة بس ايه، وما عايز اخليهم حاجة واحدة بس بحيث ان انا لما اجي احرك يبقوا ايه بيتحركوا مع بعض، او من غير ما اعمل سيلكشن، يعني من غير ما اعمل سيلكشن كده احرك. انا ممكن برضو ايه اعمل جروب كده ويقول لي سيلكت الحاجه اللي انت عايز تعمل لها جروب، ده وده، بس هما مش حاجه واحده، هما مش بول لاين، هما ده لاين وده لاين، بس انا ايه حاططهم في جروب. اضغط انتر يبقى هما هيتحركوا مع بعض، بس هما كحاجه واحده لا، هما مش بول لاين، هما لاين ولاين، تمام. عايز اشيل الجروب دوت، فبعمل له ايه، بضغط على دي ان جروب.
خلي بالك من موضوع الماوس اللي بيبقى الكليك بتاعها ظاهر في الانوتيشن هنا في مرة في اليمين، وساعات بقى ايه وانت عايز تعمل عكس الاوردر بيبقى ظاهر ايه في الكليك شمال موجود برضه متلون عليه باوردر مختلف. تمام، ده بالنسبة للحوار الجروب والان جروب والتريم والسبليت اللي شرحناه برضه واتكلمنا عنه، وموضوع الايه الجوين. تمام، نخش بقى في نخش في قائمة كيرفس. احنا اتكلمنا طبعا عن اللاين والبول لاين والريكتانجل والكلام من ده، ازاي نرسمه، والسيركل والارك والاليبس والكلام ده طبعا سهل جدا. يعني انت بترسم الشكل اللي انت عايزه، بتمشي مع الكوماند بانل، وبعد كده تدي الاوردر اللي انت عايزه، تغير في الايتم اللي هو بيحدد لك، مثلا جايب لك فيه تيرنز معينه انت كاتب لك، بيبقى هو كاتب مثلا حاجه ديفولت فانت بتغيرها. ما عادي، ما تسيبش الديفولت ده، انت بتغير عادي يعني عشان ترسم اللي انت عايزه. هنا في بقى ايه حاجتين مهمين جدا، من اول يعني اهمهم اللي هو الايه، انت تعمل اكستند للكيرف. تمام، اكستند للكيرف ديت هتعملها ازاي؟ يعني ايه اكستند كيرف؟ بيبقى مثلا في طرابزين السلم في نهايته كده، من يعني في او وانت طالع بيبقى في ايه كيرفيتشر كده، كيرفيتشر كده للاخر. فالكيرفيتشر دوت يعتبر ايه اكستند لللاين. تمام، او الكيرف اللي مرسوم او الترابزين المرسوم من فوق لتحت دوت بيبقى امتداد لي. يعني مثلا ايه، ادي كيرف، نقفل بس الايه، ادي مثلا ايه، ادي لاين. المفروض مثلا ده لاين ايه ترابزينه انت ايه وانت نازل كده، بيبقى في لفه كده، لفه لا لفه كده في الاخر، ده اكستند للموضوع بتاع الايه اللاين ده اللي هو الترابزين ده. فانا عايز اعمل اكستند للموضوع دوت، فاشتغل عادي على كيرف واعمل اكستند كيرف، وعايز اكملها بايه بارك. تمام، بيقول لي سيلكت كيرف تو اكستند، انا حددت له الكيرف دوت، بيقول لي اند اوف اكستنشن or enter extension، لا انا هحددها له من هنا. تمام، select curve to extend، طبعا عشان هي كانت متحددة ال end of extension صفر. تمام، او انا وقفت عند حد معين اللي هو بصفر يعني، فما ما ظبطتش، فانا ايه هقفله هنا كده وسلكت او هعملها arc. ثواني كده معلش، مظبوطة تاني كويس. عايزين نعمل اكستند الكيرف ده بإيه؟ بارك. تمام، انا مسافة ما ضغطت على الكيرف اللي انا حددته له، فهو ايه هيبتدي يعمل له ايه امتداد. فانا مش انا عايز ايه اظبط ال end of extension ايه حسب ما انا عايز. تمام، انا زودت فانا عايز بقى بلعب فيها عادي في البارامتر اللي فوق وبظبطها. هي ظبطت معانا فوق، بس كان ايه الموضوع، الجهاز بيعلق عشان حوار التسجيل، الفيديو بيزيد. فده موضوع الايه الاكستند كيرف، عايز يعني ازود الكيرف بكيرف، يعني ابتدي اكمل على الكيرف وارسم، يعني ارسم على امتداده بقى ايه كيرف، يعني الكيرف ده ينضم للكيرف ده يبقى اكستند كيرف، اكمله بلاين، اكمله بارك اللي انا عايزه. اتكلمنا على الفيلت، واتكلمنا على الشامفر، واتكلمنا على موضوع الايه الاوفست اللي هو عملناه بالبيتوين كيرفز، بس احنا ما عملناش المره دي بالايه بالبيتوين كيرفز. تعالوا نمسح بس الكلام ده عشان يبقى الدنيا خفيفه معانا.
عايزين نرسم مثلا ايه، ادي كيرف كده، تمام. عايزين نعمل مثلا الكيرف ده اوفست، فان ايه ضاغطين اوفست، نكتب اوفست في الكوماند بانل، هيبتدي يقول لي بقى ايه، حدد لي الديستانس، فاقوم ضاغط على الديستانس واكتب له مثلا الديستانس 2 او خلاها 4 او 5 مثلا عادي. فعلا بتبتدي الديستانس تكبر. عايز يقول لي مثلا ايه البوست سايد، عايز نخلي لك الموضوع بيعمل اوفست في الجهتين، هنا وهنا، او كده مثلا هنا وهنا، تمام، ولا في جهة واحدة. انا مش عايز البوس ديستانس او بوس سايد، فانا مش عايز الموضوع ده يشتغل معايا، فعادي بقى ايه مش لازم. ببتدي ارجع في الموضوع، احدد ما الاوفست بتاعي من هنا، بعد كده اسلك على ده واضغط كليك يمين كده، هو شغال. اسلك على الاوبجكت ده اللي بعده، وبعد كده اللي بعده، ابتدي اعمل اوفست ايه وانا شغال عادي. ده موضوع الايه، موضوع الكيرف. كده عملت اوفست، وكده عملت ايه، عملت موضوع الاكستند كيرف، عملته باللاين او عملته بالكيرف او عملته بالارك. ده الموضوع ده اتكلمنا فيه، وعملنا الفيلت وعملنا الشامفر والاوفست حددناه وتمام. نتكلم بقى في الموضوع بتاع ازاي اعمل بلند للكيرف ده، تمام. ازاي اعمل بلند، اللي هو انا هعمله بلند ازاي اصلا، تمام. بص، عايز اعمل بلند للكيرف ده كده، يعني ايه بلند؟ يعني انا اخلي الكيرف دوت يعني يعمل مثلا ايه، يظبط نفسه بحيث انه ايه يتوصل، او يبقى ايه، يبقى ملك الكيرف التاني، تمام. هيبقى ملك الكيرف التاني ازاي؟ بعد ما يطلع منه كيرف يوصل بالكيرف اللي بعده، هما بقى واحد كده، هما بقى واحد بالكيرفات، ماشي. هما بقى واحد بالكيرفات المتصلة ببعض، بس انا محتاج اعمل لهم ايه جوين، بس هما اتعمل لهم بلند مع بعض بحيث ان هما ايه يبقوا متوصلين مع بعض، بدل ما انت بتفضل تاخد من الكيرف اللي هنا والكيرف اللي هنا، لا هو بيعمل لها بلند لوحده. ممكن طبعا تعمل بلند بأي طريقة، بلند بأرك، بلند بكيرف، بلند بأي طريقة انت عايز تعمل. فدي موضوع البلند، وموضوع الاكستند هنا من اهم المواضيع اللي في ايه، في خانة الكيرفز، تمام. نيجي لحاجة مهمة برضو في الموضوع بتاع الكيرفز. طبعا احنا قلنا بتاعت التوين كيرفز، الكيرف الكونفرت، موضوع الكونفرت تو لاين وكونفرت تو ارك، فالموضوع ده عادي ملوش لازمة. عندنا بقى ايه حاجات مهمة جدا في الايه، في الكيرف فروم اوبجكت، عايزين نتكلم عنهم، ولازم نشرحهم بالتفصيل. نتكلم عن موضوع ال كيرف فروم اوبجكت. فالقائمة ديت من أهم القوائم اللي في الكيرفز، يعتبر أهم قائمة بجد. يعني القائمة ديت بتعمل فيها حاجتين، من أهم الأوامر اللي فيها أمر كونتور. أمر كونتور دوت بيعمل إيه؟ لو عندي اوبجكت زي السيرفس دي كده، عايز أقسمها لسلايز، أقسم السيرفس ديت كده لسلايز، ماشي. فأعمل عليها سيلكشن، وابتدي اضغط على قائمة كيرفز، واروح على كيرفز فروم اوبجكت، واقوم واخد ايه كونتور. هيقول لي اختار الكونتور بلان بيز بوينت، فانا هختار له البوينت دي. بعد كده عايز الاتجاه او الفيكتور اللي بيبقى فيه السيرفس دوت ممتد، تمام. فانا ايه هعمل له هعمل له هحدد له الاتجاه، خلاص ضغطت كليك في الاتجاه البربنديكولار على البوينت دي. بعد كده distance between contours انا هبتدي احددها له، اخليها له مثلا ايه 0.3، يبتدي هو ايه يعمل السلايس للسيرفس اللي قدامي دي كده. ودي من اهم الاوامر جدا يعني اللي ممكن تحتاجها لو انت بتشتغل في الراين. ممكن نعملها في الجراس هوبر، وبتبقى شكلها افضل برضو، بس هنا يعني لو انت عايز تستخدم الراينو بس، تمام.
لو انا عامل لو عايز اعمل مثلا ايه سيلكشن على السيرفس كده وامسحها، هيبان قدامي ايه السلايز دي كده. تمام، تبتدي مثلا ايه لو ال لو ال الكيرب كل كيرب من دولت كده خدوا موضوع اللي هو ايه، لو الكيرفز دي كده خدت موضوع ان هي تعمل لها سيرفس فروم كيرب ونبص عليها كده، يبقى شكلها جميل جدا، اللي هو معموله من الايه سلايس كده زي الوافل استراكشر كده لما بيتعمل من موضوع، بس بنعمله طبعا بشكل ايه بشكل افضل من كده، بس انا بشرح على شكل سيمبل. ده بالنسبه من الاوامر المهمه اللي هو امر كونتور، و قلنا برضو موضوع الموضوع بتاع ازاي اعمل سيكشن وازاي اعمل خلاص بالكليبنج بلان السيكشن بتاعنا. فده من الاوامر الموجوده هنا برضو في الكيرف ديت متكرره. في امر برضو يعني ايه يعتبر من اهم الاوامر في الراينو بشكل عام، يعني ان انا لما اجي اعمل مثلا اوبجكت وعايز اطلع الاستراكشر او فلويد اركتكتشر عامه، بيبقى في السكين شيل ديت اللي هي معموله من الميتال وبعد كده شايله فوقيها اللي هو الفليكسبل اللي هو الفليكسبل خرسانه الخرسانه هي الفليكسبل، وبعد كده شايله فوقيها بقى ايه ماده الفابريك جلاس، تمام، اللي هي اللمعه اللي بعد الخرسانه. فهي بتبقى باينه بالترتيب كده اللي هو ايه السكين شيل اللي هي عباره عن ايه شبكه من الحديد متقطعه مع بعض، وبعد كده فوقيها الخرسانه اللي هي الايه المرنه، وبعد كده فوقيها الايه الفابريك جلاس اللي بتدي اللمعه في شغل الايه الاورجانيك. فلما نعوز مثلا عندنا اوبجكت عايزين نطلع منه السكين بتاعه او الاستراكشر بتاعه من جوه، فبايه بنقول اكستراكت واير فريم، بنخرج منه الواير فريم بتاعه زي الاوبجكت مثلا اللي هنعمله ده كده، ده الاوبجكت اهو، عايزين نطلع الواير فريم بتاع الايه الاوبجكت ده. تمام، فبنبتدي نروح ايه على اكستراكت الواير فريم. الواير فريم خلاص معايا، فانا ابتدي احركه كده اهو قدام، ابتدي احطه مثلا في البانر عندي واعمل عليه دراسة واظبط الدنيا دي. فده بالموضوع ايه الواير فريم، او لو عايز بقى مش واير فريم واختار ايدجز معينة اللي هو الكيرف فروم اوبجكت، وابتدي بقى ايه اخرج كيرف معين، اخرج بوينت معينة، يعني جزئية معينة عايز اشرح عليها ايه دراسة. ديت من ال دي من ضمن اهم الاوامر الموجوده في قائمه كيرف. وبعد كده قائمه كيرف ديت خلاص انتهت، انا هنا موضوعها ما عادش فيها حاجه اصلا تتشرح. نخش بقى على ايه على الاهم والاهم اللي هو بالنسبه لقائمه سيرفس. نشرحها الاول، نشرح الحاجات بتاعتها من قائمه ستاندرد الاول، وبعد كده ايه نشوف مثلا اي حاجه مثلا هتعمل لها اديت او اي موضوع في الايديتنج بتاعه او اي بليند هيتعمل من الموجود في القايمه بتاعتها اللي هي سيرفس تول، نشوفه يعني نشوفه بتعمل ايه الجديد اللي فيه او ايه الزياده. تمام، في الستاندرد خلينا واقفين لان احنا قلنا بيبقى بنجمع كل الاوامر المهمه. هنا عندنا ده الجزئيه الخاصه بالسيرفس. تمام، نضغط برضو ايه ضغط على السهم اللي طالع من الاوردر، فبيظهر قدامنا ايه اللي انا اعمل سيرفس فروم 3 او 4 كورنرز، اعمل سيرفس من كيرف، بعد كده اعمل عندي شبكه متقطعه من اللاينز، بس الامر ده ما بتعرضلوش كتير يعني، اعمل منهم سيرفس. بعد كده بيبتدي يخش لي عند اللوفتنج اللي انا عملت الامر بتاعه في قدام في اللي اوت بتاع الفلويد. بعد كده بقى ايه يبتدي يخش لي عند اهم حاجه فعلا اللي هنا اسمها الباتش دي بلجأ لها لما يكون عندي الفتحه اللي فتحتها في السيرفس في الاول بالكيرف لما عملت سبليت، فكنت عايز اقفل او عايز اقفل الفتحه ديت، بلجأ لايه لامر باتش.
هو بيقفل الفتحة بس مش بنفس الايه في كيرفتش، بس هو بيقفلها بطريقة ايه بطريقة ايه سطحية شوية، مش بالكيرفتشر وكده. وبعد كده طبعا لو عايز اعمل ريكتانجل سيرفاس او ريكتانجل سيرفاس بانواعه بقى، اللي هو ايه بتتحكم فيه بكذا بوينت كده، يعني خارج منه كذا بوينت، فده طبعا ما بلجألوش. اهم حاجة بلجأ لها انا بعمل الكيرف وبطلع منه ايه اللي انا عايزه، اعمل منه السيرفاس اللي انا عايزه. تمام. من ضمن الحاجات برضه المهمة الحاجات اللي بعمل بيها ريفولف، زي السويب بروفايل كده. الريفولف ده زي السويب بروفايل، اللي انا بحاول اعمل من سيكشن يعني سيكشن من كيرف يلف حوالين نفسه يعمل ايه اوبجكت. تمام. بس يعني مش بلجأ لاكتر من كده في القايمة ديت غير الكام جزئية دولت، وهنجربهم حالا مع بعض. عاوزت مثلا اعمل سيرفس، اهو ادي بوينت 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 بوينت، عمل سيرفس. بس عايز اعمل مثلا عندي كيرف عايز اعمله سيرفس، اهو ادي سيرفس. تمام. عندي نقطة مهمة برضو، لو عندي كيرفين جوا بعض تمام، وابتديت اعلم على الاتنين دولت وعايز اعمل لهم ايه وعايز اعملهم سيرفس، هيفرغ الجزء اللي في النص. دي جزئية مهمة جدا، هيفرغ الجزء اللي في النص ويسيب ايه السيرفس اللي ايه يبقى الاتحاد ما بين الكيرفين دولت، وبيفرغ ايه الجزء اللي في النص زي ما هو موجود قدامك كده. فدي نقطة مهمة جدا، لما يكون عندك كيرفين كيرف جوه التاني وتيجي تعمل لهم سيرفس، فبيبقى ايه الجزء اللي في النص ده متفرغ، وده بنحب يعني بنحب نعملها كتير في باترنز، فبيبقى مهم. الجزء بتاع اللوفتنج احنا جربناه في الكيرفز، عايزين مثلا نعمل الجزء بتاع الايه الباتش ده نجربه مع بعض، بس نجرب الجزء بتاع الايه الريفولف الاول. الريفولف ده احنا قلنا بنرسم سيكشن زي السوبر بروفايل كده، ونعلم على الكيرف دوت تمام، ونروح على السيرفس ونقول ايه ريفولف start of revolve axis. تمام. وبعد كده ال end of revolve axis، وبعد كده ال start angle، وقول له بقى ايه هيلف كام درجة انت تحددها له، بس انت بتمشي معانا عايزه يلف ايه جزئية بسيطة بس هنخليها ايه 360 ماشي عشان يعمل الشكل closed كده. تمام. الاكس ده كان على الارض، اللي قصدي الكيرف ده كان على الارض اهو، همشي معاه تاني اعمل الاوردر ده تاني، اني سيلكت كيرف تو ريفولف همشي معاه، حددت الكيرف تمام وبريس انتر، ضغط انتر احدد له الاكس اللي هيلف حواليه، البدايه بتاعته اهو مثلا والنهايه بتاعته اهي. حلو. بعد كده ابتدي احدد له الزاوية اللي هيبتدي من عندها، يعني هو مثلا ممكن يبتدي من هنا، هيبتدي من هنا، هيبتدي من هنا كده يعني. فعادي انا حسب الشكل اللي انا عايزه، او لو انا قدامي زاوية معينة عايز ابدأ منها خلاص اضغط الكليك بتاعي وابتدي بقى ايه يقول لي الريفولف بتاع الانجل، يعني الريفولف الانجل بتاعته عايزها هل الشكل ده يقفل على بعضه، ولا عايزه مثلا ربع الشكل، ولا عايزه نصه كده يعني. فعادي بقى انا بحددها بالانجل، عايزه نصه 180 كله 360 وهكذا. ده موضوع الريفولف، امشي اهوت انا حددها له بشكل عادي يعني بطلع الجزء ده. فده برضه بنحتاجها لو عاوزين نعمل مثلا موديل معين في وايه ومش مش لاقيين الموديل ده، فده النقطه بتاعت الموديل. واحنا برضه بالصدفه كده عند السيرفس ده كده بنقف عليه وايه نرسم عليه انتربوليت كيرف. تمام. نبتدي نعمل ايه سبليت. انا محدد خلاص الجسم اللي هيتقطع فيه، وبعد كده احدد له الكيرف اللي هيقطع واضغط ايه انتر، اضغط كليك هنا. شوف قبل ما اقطع كان في هنا الكيرفتشر قصدي، فانا ابتدي اشيله. تمام كده هو متفرغ من جوه، فعايز اقفل تاني، عايز اقفل الكيرف ده تاني، فابتدي اروح بقى لايه لموضوع الباتش. تمام. واضغط عليه ويقول لي هات لي الكيرف اللي انت عايز تعمله باتش، اضغط على الكيرف اهو. تمام.
وادي له انتر. انا هحاول ازود له مثلا ايه اليو في، بس هو مش هيأثر في اللي هو يعمل لي كريبتشر، بس هو ايه هيقفله بطريقة ايه بطريقة سطحية شوية، مش هيبقى فيها الكريبتشر اللي كان موجود في الأول. وانت مثلا ايه تبدأ تتحرك شوية بوليجونز كده من بعض، من هنقولها قدام في التسبلاين، تبدأ تحركهم مع بعض وتظبط الدنيا. ده بالنسبة لإيه لموضوع الباتش. تقريبا احنا هنا قلنا مجمل الأوامر اللي موجودة في قائمة ستاندرد، ما عدا بعض الحاجات اللي في الترانسفورم، زي مثلا ايه ان انا اعمل بند، اعمل روتيت، اعمل روتيت للأوبجكت ازاي، اعمل له شير ازاي، اعمل له سويب ازاي، اعمل له عايز اعمل له تيبر، موديفاير تيبر مثلا زي اللي موجود في الماكس كده، اعمل الموضوع ده ازاي. دي شوية حاجات هنقولها برضو ايه في موضوع السوليد في الاخر بقى، في اخر كلامنا عن الراينو هنتكلم في الحوار ده. تمام، ده كلام مجمل الكلام في قائمة ستاندرد او لما دخلنا في السيرفس. تمام، قسمنا هنا طبعا كيرف نتورك ده ما نلجألهاش، فمش مش مش ملهاش لازمة. فالاكسترود كيرف والاكسترود سيرفس، عايزين نعرف ايه الفرق بين ان اعمل اكسترود للكيرف واني اعمل اكسترود للسيرفس. عندي كيرف، ارسم كيرف تاني وارمي برضو ايه او اخد كوبي منه. عشان اعمل كوبي سريع تمام، مش هرجع بقى ايه لان اروح لاعمل كنترول سي في، هو عشان اعمل كوبي اضغط كنترول سي في ويبتدي ايه وابتدي اشد الايه الاوبجكت، هو بيبقى فوق التاني ابتدي اشده يطلع بره. انا مش عايز اعمل كده، انا مش عايز افضل يعني ايه احفظ اختصارات والكلام من ده. اضغط على الالت، تمام، اضغط على الالت وانا واقف على الاوبجكت وابتدي اسحب، ابتدي اتسحب كوبي منه. تمام، فده لو عايز اعمل ايه كوبي سريع من الاوبجكت اللي قدامي. انا عندي قدامي كيرفين، كيرف هيخلي واحد فيهم سيرفس، تمام اهو سيرفس فروم بلانر كيرف، حلو، وابتدي اخلي واحد فيهم كيرف زي ما هو عادي. عايز اجرب الاكستروجن للكيرف والاكستروجن للايه للسيرفس. اولا عشان اعمل اكستروجن للكيرف، الاكستروجن للكيرف هيطلع سيرفس بس مش معمول له ايه كاب من فوق ولا كاب من تحت. تمام، لما اجي اعمل اكستروجن للسيرفس هيبقى سوليد ويبقى معمول له كاب من فوق وكاب من تحت. تمام، انا بتكلم في نقطة السيرفس. السيرفس طبعا بيبقى اوبجكت مفتوح، اما السوليد بيبقى اوبجكت ايه مقفول، فده يبقى معمول له كابنج لما اجي اعمل له اكسترود وهنشوفه دلوقتي، وده يبقى مش معمول له كابنج بس هيبقى سيرفس ايه عادي كده دائري كده مع بعض. تمام، تعال نعمل لده اكسترودجن، ادي اكسترود كيرف. تمام، هيبتدي ايه يطلع يخلينا اتحكم في الاكسترودجن بتاعه، ادي هو ما عملش كابنج لا فوق ولا تحت. نخش بقى نعمل اكسترود للسيرفس، اكسترود للسيرفس. تمام، عامل طبعا كابنج فوق وتحت وابتدى تحول الموضوع دوت لايه لبولي سيرفس، مش لسيرفس بقى لا لبولي سيرفس. تمام، فده كده احركه اهو، عامل كابنج لنفسه من فوق ومن تحت. تمام، اهو ادي الكابنج بتاعه من تحت اهو من فوق. اما الاكستروجن للكيرف فهو ما بيعملش كاب من فوق ولا من تحت. تمام، باكستروجن اللي انت بتعمل ايه سلايس كده معين وخلاص. حاجه معينه برضه هنحتاجها في الوقت في بالمناسبه احنا عاملين سيرفس من الكيرف دوت. ادي قدامنا سيرفس دلوقتي، احتاجنا مثلا في اي بروجكت عاملينه او مثلا عاملين تاور مثلا وعايزين نعمل ايه سلابات متكبره فوق بعض، ففي موضوع جميل جدا في السيرفس اسمه اوفست سيرفس. اوفست سيرفس، تمام، هو محدد لي الفيكتور اكبيره تحت ولا اكبيره فوق. تمام، فانا قلت له وحدد لي الديستانس برضه بين كل سلاب والتانية،
فانا طبعا ايه هغير الديستانس اللي بينهم واخليها 3 مثلا، واخلي الموضوع بتاع الايه كبيارة السيرفس دوت يعمل اوفست لنفسه لتحت. تمام، تاني نجربها اوفست سيرفس اهو. وكرر الأمر، أعمل كذا سلاب تحت بعض، فالموضوع بسيط جدا. واللي أنت تعمل إيه كم سلابة كده تحت بعض، وبعد كده في الآخر يتحطوا مثلا إيه كده في الاخر يتحطوا في الاوبجكت ده كده. نحركهم جواه يعني. تمام، نكبر منهم مثلا جزئية. حلو، ونديهم سكيل. بعد ما ندي سكيل تمام، نحولهم مثلا لجروب، نحطهم في جروب مثلا اهوت. تمام، ونبتدي نعمل ايه اسبلت تمام للكيرفز ديت، بحيث ان السلابه دي تبقى ايه جوه البوكس بس، ما تبقاش ايه الاجزاء اللي ورا ديت طالعه يعني. فهنعمل ايه اسبلت تمام، هيقول لي سيلكت كاتنج اوبجكت، هضغط على البوكس اللي انا عامله وابتدي اضغط ايه انتر. تمام، تعال نشيل بقى ايه البوكس الجروب اللي كنا عاملينه دوت، ونشوف موضوع الكليبنج بلان. نعمل سيكشن كده جوه البوكس ده كده تمام، نقف في الفرونت مثلا عشان نبقى شايفين البلان عامل ازاي، ونقف في البرسبكتيف وتقريبا انا علمت عليهم كلهم فاتمسح. اه تمام، السلابات قدامي اتعملت اهيت، ده طبعا ما كانت فوق، ما كانش الاوبجكت ما كانش قطع فيها، فالسلابات اتعملت قدامي اهي. فانا ابتدي بقى ايه اشيل الاجزاء اللي هو ايه اشيل الاجزاء اللي كانت اللي زيادة عن قطعة الايه الاوبجكت، او زيادة عن قطعة الايه البوكس بتاعي. فعادي وترجع بقى مكانها تمام، ترجع مكانها هتبقى واخدة نفس مكان البوكس من جوه، وفي لا في حتة زيادة ولا في حتة ايه اكبر من الحيز بتاع البوكس من جوه. ده بالنسبة لموضوع الامر الاوفست في السيرفس، هو امر جميل جدا. فمن ضمن الحاجات برضو المهمة في السيرفس، احنا قلنا اتكلمنا عن ازاي اعمل لوفت، وازاي اعمل كيرف، اعمل سيرفس من الكيرف تمام، وازاي اعمل اكستروجن، وايه الفرق بين الاكستروجن للكيرف واكستروجن للسيرفس تمام. وقلنا اتكلمنا عن الباتش، اتكلمنا عن الباتش ازاي
اظبط موضوع الباتش. الاكستند سيرفس لو انا عايز ازود على سيرفس او عايز اشتغل لسه اكمل على سيرفس، ادي سيرفس اه تمام، عايز اكمل مثلا في الايدج دوت، ابتدي اسحبه، اضغط مثلا بيس بوينت هنا وابتدي اسحب لقدام، هيبتدي ايه اكمل عليه جزء او اعمل له سكيل من النقطه دي. فيلت سيرفس وتشامفر سيرفس نفس حوار اللي في الكيرف، ببتدي اعمل الفيلت والتشامفر للايدجز تمام، هو بيبقى سريع شويه عن الكيرفز عشان بنعمل ايه، هنعمل السيرفس موجود. اتكلمنا عن طبعا الموضوع الاوفست للسيرفس، وده كان من المواضيع المهمه جدا فيه، وازاي اعمل بلند للسيرفس تمام، بس ما بنلجألوش قوي، ما بنلجأش لموضوع البلند دوت، لان انا بعمل بلند يبقى بعمل فيلت لل بعمل فيلت لمعين او بعمل فيلت معين بين الجين وابتدي اطلعهم ايه اسحبهم لفوق، فده البلند بتاع الايه السيرفس. التوين سيرفس نفس موضوع الايه الاوفست ما بين ايه اتنين سيرفس تمام، يبتدي يكرر زي الموضوع بتاع الايه اللي اوت. اما بالنسبه للسيرفس اديت تولز ديت ما فيهاش حاجه مهمه تتقال يعني، غير ان انت بيبقى قدامك البوردر عايز تعمل لها تريم مش عايز تعمل لها تريم، فالموضوع ده موجود في الكيرفز اصلا مشروح في الكيرفز اصلا، يعني اللي احنا قلنا ازاي نخرج الواير فريم، ازاي نخرج كيرف معين من سوليد، فده موجود طبعا، تعمل ينفع عادي تخرج الواير فريم من السيرفس، او تنفع تخرجه من السوليد، تنفع تخرجه من اي حاجه، تخرج الواير فريم او الكيرف اللي انت عايزه، ده حاجه بسيطه جدا يعني. اما الايدج تولز دي ملهاش علاقه طبعا، ما بنستخدمهاش في شغلنا من هنا، كل شيء بنستخدمه السيرفس ده معمول بنعمل منه اكستروجن لكيرف يعني مثلا ايه لسب ديفيجن معين من جوه، نعمل اكستروجن ليه من السوليد تمام، ده بس اللي بنلجأ له، غير كده ما بنلجأش لحاجه في السيرفس نستخدمها. نروح على قائمه السيرفس برضه نشوف ايه اللي ناقصنا تمام، ايه اللي ناقصنا ايه، ما فيش حاجه ناقصه. نخش على قائمة ايه بقى السوليد، يبقى ناقص لنا السوليد والميشز تمام، دول بس يعني هي هتبقى طويلة شوية، بس احنا عشان نعرف نشرح كل حاجة موجودة في الايه في القوائم ديت، لأن كل حاجة هنا مهمة. بالنسبة للسوليد تمام، فهي موجودة في قائمة ستاندرد برضو، نمسح بس اللي قدامنا دي كده الأول. خلاص مسحنا اللي كان في الفيو بورت. السوليد نعمل كيوب، نعمل سفير، نعمل سلندر، نعمل اي حاجه من الحاجات ديت، نعمل تورس، نعمل بايب تمام. البايب في موضوعين عايز اتكلم فيهم، الاول البايب المقفوله والبايب الايه المفتوحه، اللي يعني اعمل لها كابنج من ناحيتين او الايه او ناحيه واحده. عشان اعمل بايب لازم يكون عندي كيرف تمام، هو هيسالني عنه، فانا الاول عايز ايه اجرب الموضوع بتاع الكابنج والمش كابنج، فهو يقول لي سيلكت كيرف تو كريت بايب اراوند، فانا هبتدي اضغط على الايه على الكيرف، هيبتدي يقول لي طبعا انا بعمل بايب، البايب ليها سيركل من قدام سيركل من ورا، وطبعا بايه هو بيزود لي بقى ايه ايتم تاني اللي انا العب في سيركل في النص تمام، فانا ابتدي مثلا ايه اعمل له سيركل في الاولاني وسيركل في الاخير، وبيقول لي بقى اختار بوينت في الكيرف ده تعمل عندها ايه زي نقطة ايه نقطة اختلاف كده، فانا هبتدي اختار مثلا النقطة دي وابتدي اعمل عندها ايه السيركل دي. حلو، ممكن اختار نقطة كمان وهو محدد لي، بعد ما اخلص ده اضغط انتر، الشكل ده بقى ايه بقى قدامي كده. ممكن اخده بقى في التيس بلاين وافضل ايه اخد ال كذا بوليجون من البوليجون دولت وابتدي اسحب تعمل شكل اورجانيك اللي انا عايزه، بس انا ما كنتش عايزه مقفول من هنا ومن هنا، انا كنت عايزه مفتوح من جهتين، فانا هضغط على الاوردر تاني تمام، وهضغط سيلكت كيرف، فاروح على البرامتر اللي فوق في ديامتر، انا طبعا بحدده عادي براحتي، السك السمك بتاعه ممكن احدده بحيث لو اخد سمك من جوه، الكاب ابتدي اضغط على الكاب، انا مش عايز لي كاب، فابتدي ايه اضغط نان، ادي واحده وادي التانية وادي البوينت اللي انا حددتها في الاول، ابتدي اضغط عليها وبس مش عايز اكتر من كده، فات ايه اتفتحت.
ليه بعمل لها انكاب من هنا ومن هنا، وعايزة تبقى مفتوحة، ما تبقاش ايه مقفولة. لو بقت مقفولة تمام كده اتحولت لنربس، تمام. لو بقت مقفولة كده اتحولت لنربس او سوليد، وما ينفعش التي اس بلاين يخش له سوليد. التي اس بلاين بيخش له حاجتين، يا سيرفس يا كيرف، وبعد كده بقى ايه، انت حاجة تالتة يعني. الكيرف ده مش حاجة بينهم، الكيرف ده حاجة عادية يعني. فهو حاجتين مهمين، المشز والايه والسيرفس. لو عندك اي سوليد مشز واي سيرفس عادي قدامك، ده كده بيتحسب سيرفس، بيتقال عليه سيكشن بس هو سيرفس. فاي لو عندك اي سيكشن او عندك اي مشز سوليد، فالمفروض دولت يبقوا موجودين، ينفع تخششهم في الايه، في التيس بلاين. التيس بلاين يعمل لهم كونفيرت، وبعد كده يبتدي يشتغل عليهم ايه كانهم حاجه معموله فيه. اما والكيرف طبعا موجود عادي، ده يخش على التيس بلاين عادي. اما حاجه غير كده لا، ما ينفعش تدخل نربس سوليد او كيوب من الكيوبات اللي احنا نعملها ديت، ولا سفير من السفير ديت. اي حاجه من دولت ما ينفعش تخش الايه للتيس بلاين. اللي بينفع يخش بس زي ما قلنا المشز، وينفع ندخل السيرفس. غير كده لا. عشان كده انا ما عملتش كاب، لو اني لو عملت كاب هيتحول لايه، لنربس سوليد على طول، فمش هينفع. ده بالنسبه لموضوع البايب، تمام. غير كده بقى الموضوع سهل، ما بستخدمش سوليد يعني. غير كده نخش بقى على قائمه سوليد من هنا، السوليد تول فيها شويه اوامر كويسه جدا. حلو، عايزين نشرح اهم حاجه في السوليد تول ديت. اهم حاجه جدا يعني فيها اليونيون والديفرنس والانترسكشن والبولين سبليت، تمام. دول اهم حاجه في قائمه سوليد ديت بشكل عام يعني. بيجي بعديهم الموضوع بتاع الايه، انا عايز اعمل هول في الاوبجكت دوت، او اعمل ريفولف في الشكل دوت، او اعمل ايه ريفولف لكذا وحاجه معينه في الايه في الاوبجكت ده. تعال نجرب الاول موضوع الموضوع الايه الديفرنس والانترسكشن، ماشي، واليونيون. حلو، هنروح الاول نعمل سفير، تمام. وبعد ما نعمل سفير هنعمل سلندر، مش مشكلة سلندر بقى ايه، تيوب او سلندر اي حاجة، تمام. عايز اعمل مثلا شجرة، حلو، نشوف الموضوع في الواير فريم. لو نلاحظ في الواير فريم كده ان السلندر داخله في السفير والشكل مكمل جوه، تمام. انا دلوقتي مش عايز الشكل يبقى مكمل جوه، عايز الشكل يبقى ايه واخد الانترسكشن من بره، يبقى ده اخره، والشكل والجزء اللي جوه ده مش موجود. فالجأ لايه؟ الجأ لحاجه اسمها ان انا اجيب في السوليد في حاجه اسمها البولين يونيون والديفرنس والانترسكشن والايه والسبليت. فانا عايز اعمل ايه، انا عايز اجيب الديفرنس ما بين السفير والايه والسلندر، تمام. اعمل ايه بقى، الاول اعلم على السفير، تمام، وأعلم على السلندر، وابتدي اخش على ايه، على الديفرنس. خلاص هو قال لي سيلكت سيرفس، فانا محددهم عادي من غير ما يقول لي. تاني معلش،
ايه المشكلة بقى؟ تمام، يبقى دلوقتي عايز اشوف الموضوع في الشيد ده عامل ازاي. ظهر الانترسكشن مع الايه، مع السفير عامل ازاي. ولما اشوف الموضوع في الواير فريم هلاقي ان السلندر مش مكمله في الايه، في السيرفس، لا هي واقفه عن ايه، عند الحيز بتاع السيرفس من بره. فبالتالي بقى اتقطع الجزء اللي في النص دوت اللي كان ايه مكمل جوه، اللي ملوش لازمه اصلا، فانا قطعت الموضوع ده. بنحتاجه اكتر لما اجي اعمل سلاب، تمام، او اعمل سيرفس في اوبجكت، ومش عايز الايه الـ مش عايز الـ الاطراف اللي بره، وعايز الاطراف اللي جوه هي اللي ايه اللي تكمل في الاوبجكت، زي ما هنشوف دلوقتي كده. عندي مثلا الاوبجكت ده كده، تمام، وعندي في الستاندرد اعمل سيرفس، حلو، يبتدي السيرفس ده يتكرر. انا كنت في الموضوع بتاع الشجره دوت بعمل انترسكشن، هو مش المفروض، مش انترسكشن، هو المفروض يونيون، لان هيجيب الاتحاد ما بينهم، فبالتالي ايه هيمسح الايه اللي في الجزء اللي في النص. ابتدي اعلم على الكذا سيكشن دول، وبعد كده ايه اعمل لهم جروب. فانا عايز الجزء اللي في النص ما بين البوكس زي موضوع السبليت كده، بس ده بيبقى شكل ايه، شكل اسرع. اروح على السوليد تول، تمام، وايه واجيب الانترسكشن ما بين السيرفس ديت والايه والسوليد اوبجكت، وابتدي اضغط انتر، ابتدى اخليهم لي جوه. اشوف الموضوع في الشيدد واقوم مفعل موضوع من الطب كده، ابتدي اعمل السكشن الكليبنج بلان، واعديه من الفرونت كده، اروح في البرسبكتيف، هلاقي السكشنز من جوه باين، تمام، هلاقي السكشنز مظبوطة من جوه على الايه، على الفريم بتاع البوكس من جوه، ومظبطة الايه السلاب. ده بالنسبة لموضوع الانترسكشن واليونيون والكلام ده، لأنه من المواضيع المهمة جدا. الموضوع ده بيتعمل في حالة واحدة، ان لما يكون قدامك سيرفس او سوليد، سوليد بارامتر اللي هو ايه النيرباس، بس اللي هو طالع من الراينو بس، لكن ما بيتعملش في موضوع الميشز، ولا بيتعمل في موضوع التيس بلاين ايه اوبجكت، بيتعمل في موضوع بتاع السوليد نيرباس، وبيتعمل في موضوع السيرفس بس، السيرفس الخاص بالايه بالنيرباس بس. يعني الموضوع ده على النيرباس بس، لكن ميشز وتيس بلاين لا ما بيمشيش. ده بالنسبة لموضوع ايه اللي كنا بنتكلم عنه في اليونيون والانترسكشن والسبليت. نيجي لموضوع تاني مهم، ان ازاي اتحكم في اني اشيل فيس من هنا، ايجي من هنا، اشيل الكلام ده ازاي، اعمل له اكسترود كده. فانا اخش في السوليد والسوليد ايديت تول، وبعد كده اخش ايجيت، موف ايجيت مثلا، اعلم على ايدج البولي سيرفس ايدج ده، ممكن اشيله، تمام، ادي سيلكت ايدج، او ممكن احركه. لو انا هبتدي اعمل بقى ايه الفري فورم وديفورمر بقى، واحرك الايدج بتاعت البوكس، فممكن اعمل اكسترويجن، اللي هو الاكسترويجن اللي انا بطلعه قدام، تمام. فاي حاجه خاصه بالايه
اديتنج على البوكس في السوليد، فهتلاقيها موجوده في سوليد اديت تولز. تمام، في الايدج هحرك الايدج، الفيس هحرك فيس، الهول لو في هول موجوده في البوكس انا هبتدي اتحرك في الهول ديت، اعمل لها روتيت، اعمل لها كوبي، اكبيرها كده مثلا. ده اهم حاجه بنعملها في الهولز. اما تيرن اون بوينتس، تيرن اون بوينتس هعمل ايه؟ هعمل البوينت اللي اعرف اتحكم فيها. تمام، اطلع البوينت بتاعة البوكس دي كده، تقدر ايه استخدم البوينت دي كده ان انا اشكل في البوكس ذات نفسه، اعمل اللي انا عايزه ايه في البوكس، اتحرك اي ايه اي جزء في البوكس احركه عادي. تمام، انا مش عارف ليه الكليبنج بلان الكليبنج بلان في مشكلة مش عارف ليه. ده الموضوع اللي كنا بنتكلم عنه، السلابس. تمام، نيجي النقطة بتاعت ايه الاوبن بوينت دي بقى، اللي خلاص اللي بنتحكم فيها في البوكس اللي قدامنا او اي اوبجكت سوليد موجود بنتحكم فيها عادي زي ما احنا عايزين. نحرك البوينت دي هنا، هنا بنعمل فري فورم يعني قدامك عادي، تشكيل حر اللي انت تعمله في الايه في الاوبجكت بس بالبوينت زي الفري فورم ديفورمر بالظبط في الماكس. حبينا مثلا نعمل ايه هول في اوبجكت زي دوت. تمام، هو بيقول لي ايه راوند هول، بس بيبقى محتاج سيرفس معاه مرسوم على الايه الاوبجكت ده كده. فبنبتدي نلجأ لايه انتربوليت كيرف، نرسم سيرفس الاول، نرسم كيرف قصدي عليه كده. خلاص رسمنا الكيرف، بنروح عند السوليد تول وناخد هول اللي سيلكت تارجت سيرفس، اخترته. تمام، ده انا بعمل ايه هول كده عادي، هو يعني ديفولت عنده، بس انا ببتدي طبعا اغير في الدايمتر بتاعها عادي. تمام، ببتدي العب في الدايمتر بتاعها والدبس، يعني ده عندي دبس اهوت عادي بغيره، ممكن بدل 20 اخليه 10، فببتدي الدبس ده يقل. تمام، اغير الراديوس عادي، مفتوح قدامي اي حاجة، الراديوس بدل ما واحد اغيره عادي اخليه مثلا 5، تغير الراديوس الدبس بدل ما هو 20 اخليه 10، تغير الدبس كل حاجة اتغيرت عادي. الاهم منه بقى النقطة بتاعت ان انا اعمل هول. تمام، ان انا اعمل هول من كيرف ميكا هول، فبيقول لي اختار الكيرف اللي انت عايزه، بعد كده اضغط انتر، بعد كده سيلكت السيرفس اللي انت عايز تحفر فيه. حلو، وبعد كده ايه يبتدي يخليني ازاي اعمل بولين او ازاي اكل من الشكل اللي قدامي ده. تمام، وبعد ما اخلص الهول، وعشان في مشكلة في ال ادي، تمام نعملها تاني، ادي الكير خلصت
سيلكت سيرفس او بولي سيرفس، اه تمام. فانا عايز اخليه يعدي مثلا الناحية التانية. انا مش عارف ايه الموجود في البوكس ده، مش مخليه يطلع على سيكشن ولا نجرب على ده، نجرب عليه كيرف. تمام، ونروح عند السوليد تول، نختار الكيرف. تمام، وبعد كده نختار السيرفس ونبتدي ايه نحفر فيه. تمام، يبتدي يعمل مثلا في مبنى تجاري كان معمول بنفس الشكل دوت كده، في هول كده في النص. تمام، بس الهول ايه مكملة طبعا، يعني ايه نعملها تاني الهولو بس نكملها للآخر. ادي هنخش على الكيرف، نختار الكيرف بعد كده السيرفس، نخلي ايه الهول تكمل للآخر. تمام، كملت للآخر اهي وفاتحة، بس طبعا ايه الكيرف كان كبير شوية كده في المبنى التجاري اللي كان معمول يعني طور ده. تاني حاجة ممكن نعمل ايه ريفولف لكيرف هنا، بس هي ايه مش بنستخدمهاش كتير، بس تعال نجربها. الأول نرسم كيرب انتربوليت على السيرفس ده. تمام، المفروض بقى ايه ان الكيرب ده هيلف كده ياكل من ايه من ال من الـ من الاوبجكت اللي قدام. نختار ال عايز الكيرب بقى، طبعا نحدد له زي ما كنا بنحدد في الاول الاكس اللي هيلف حواليه، وتسلكت التارجت. بس هو هنا بقى ايه يبتدي يعمل الهول بتاعته. الهول بتاعته بتبقى مقلوبة، فانت طبعا بتظبطها بايه، بان انت ازاي بتعمل لها موف او بتعمل لها ايه روتيت، انت بتظبطها عادي زي ما انت عايز، بس احنا ما بنلجألهاش كتير. ده بالنسبة لأهم الحاجات اللي موجودة في قائمة سوليد، يعتبر اتغطت كلها. قلنا أهم حاجة فيهم ايه، نأكد عليهم تاني. أهم حاجة الكام أمر اللي تحت بعض دولت، والسوليد ايدج ده طبعا السوليد ايديت تول ده بتبقى ايه تحكم في الايدجز والفيسز والهولز، تحركهم موف ورا قدام اي اللي انت عايزه. الفيسز زي ما انت عايز طبعا تعمل لها موف اللي انت عايزه. تمام، الايدج موف برضو، ده من اهم الاوامر الموجوده في ايه في قائمه سوليد. نيجي عند المشز ونتكلم عن موضوع المشز. أهم حاجة فيه هو بيعمل سوليد ميشز. يعني إيه بقى؟ الأول تعال نفرق ما بين السوليد ميشز والسوليد نيرفس والتيس بلاين. تمام، أهم حاجة في الميشز هنا إن هو بيعمل الأوبجكت، بس بيعمل الأوبجكت الميشز، غير كده مفيش. تمام، هي قائمة أصلا صغيرة عادية جدا، كل اللي انت بتستخدمه منها ان انت بتعمل object meshes. حلو، هنقول دلوقتي الفرق ما بين النربس والمشز. تمام، والتيس بلاين والاوبجكت بتاع التيس بلاين. اكترهم سموثنس، اكترهم سموث، السموث بتاعته اكتر اللي هو الايه النيربس اوبجكت. ادي ده النيربس، وبعد كده ده الاوبجكت بتاع تيس بلاين، وبعد كده ده الميشز. ايه الفرق؟ ان كل واحد فيهم عشان يعمل كيرفيتشر معين. تمام، النيربس بيستهلك اقل عدد من الايدجز عشان يعمل ايه صرف، عشان يعمل كيرفيتشر، والكيرفيتشر بتاعه بيبقى ايه منسق جدا لان عدد الايدجز بتاعته قليله، فعدد الكسرات اللي فيه هتبقى قليله. تمام، فهو كل ما قل عدد الكسرات فيه
كل ما السموثنس بتاعته بتبقى ايه انسيابية اكتر، تمام؟ فهو ممكن يعمل لك سموثنس من اقل عدد من الايدجز ويبقى ايه متناسق جدا. هنا كل ما عدد الايدجز بتاعته كترت كل ما تزود السموثنس بتاعته. ده اللي في المشز، هنا بيبقى الشكل مكسر، ده اللي بيبقى مثلا ده اللي بيبقى خارج من الماكس مثلا. انت عشان تحول من هنا للماكس بيخش له مشز، تمام؟ فبالشكل بايه بيبقى راح متدغدغ، فهو بيضطر عشان لما يحول ده يوديه للماكس بيحوله يبقى خليه الشكل ده، بس بيزود اكتر سب ديفيجن. سب ديفيجن بتبقى كتيرة، فبالتالي بيبقى ايه قريب جدا من الشكل ده. ففي المشز الكيرفيتشر بيبقى مكسر كده، وكل ما تزود ايدجز كل ما الكيرفيتشر ده ايه يزيد اكتر. زي في حاجة اسمها ريبيلد، زي ما كنا بنقول عليها في الكيرف، موجودة في الريبيلد في السيرفس، موجودة الريبيلد في المشز. فهنجرب دلوقتي ريبيلد في المشز مثلا. المشز تول ريبيلد مش نورمال، قصدي ريبيلد مش، تمام؟ فالريبيلد مش او الريبيلد سيرفس او الريبيلد كيرف ده بنزود عدد الايدجز او عدد التقسيمات اللي موجوده في ايه في كل اوبجكت، تمام؟ فبالتالي كل ما تزود عدد الايدجز في المشز كل ما تزيد الكيرفيتشر بتاعها. حلو، فاحنا نرسم تاني سفير. ونزود له مثلا الفيرتيكال فيسز، الفيرتيكال فيسز نخليهم 20 ونشوف الفرق مع بعض، والراوند فيسز 20 برضه. شوف الفرق ما بين دي ودي، دي مش ودي مش، بس عشان زودنا الايدجز ما بينهم فبيزيد الكيرفتش. هنا كل ما تزيد الايدجز كل ما ايه ما زاد كيرفتش. رينير بس مش فارق مع قللتهم زودتهم، انا كده كده ايه سموثنس اكتر. اما بالنسبه للتي سبلاين فانت كل ما هو سموثنس، تمام؟ هو سموثنس من اقل عدد من ايدجز، بس كل ما زودت له ايدجز كل ما السموث بتاعته بتبتدي ايه تكتر، يعني كل ما تبقى توصل لايه لموضوع النيرفس ده، يعني كل ما تزود الايدجز هتوصل للنيرفس، تمام؟ هو ما بيستهلكش حاجه، ما بيستهلكش ايدجز كتير، بس انت كل ما بتزود له حسب شغلك انت والتقسيم وكده، وانك عايز مثلا تعمل انسيت لحاجة معينة هنا او يعني تعمل اديت على السيرفس عادي، فالسموثنس بتاعته بتزيد وتوصل لايه للنيرفس. ده الفرق ما بين التلاتة، ده النيرفس اكبر سموثنس فيهم، وبعديه يليه اللي هو التي سبلاين، وبعد كده يليه ايه المشز. ده اهم تلات مصطلحات اصلا هتستخدمهم في الموضوع بتاع البرنامج دوت. نيجي مثلا ايه للقائمه بتاعه الدايمنشن. الدايمنشن خاصه بالانوتيشن، قلت لك تكست ولينير، وبتبتدي تشد مسافه بين خطين مثلا، اقول لك المسافه دي كام، تمام؟ الترانسفورم، الموف والكوبي والكلام والروتيت، بتعمل ميرور عادي بس بتحدد لهم الاكسس. الاورينتيشن، الاورينت بتوجه الكيرف ده عنده نقطتين. الاري من اهم الحاجات برضه اللي موجوده هنا لازم نجربها. لو عندنا مثلا بوكس وعندي كيرف، تمام، عايز اعمل array ماشي على الكيرف ده، فانا هختار الاوبجكت الاول وبعد كده اضغط انتر، وبعد كده select بس كيرف، وبعد كده اضغط عليه، وبعد كده بقى ايه هيسألني على النمبر اوف ايتمز اللي انا عايز احطها، يعني احطها على الكيرف دوت بحيث انها تتكرر عليه. فالعدد اللي انا عايزه طبعا مش عارف ليه اعمل كده،
لا سوري، هو الاورينتيشن، الاورينتيشن بيربنديكولار هو اللي بيعمل اللي هو يكرر ده، تمام. فيقول لي اختار البيس بوينت، فانا اخترت البيس بوينت، وبعد كده سيلكت اورينتيشن كيرف، فهيبتدي بقى طبعا ايه يعمل اورينت على الكيرف ده زي ما انا عايز، تمام. هياخد المسار بتاعي. فاما الاري، اما الاري بيبتدي يكررهم بقى ايه حسب ما انا عايز، على كيرف، على سيرفس، زي ما انا عايز. الالاين بيساويهم على محاذاه معينه انا عايزها، تويست والبند، هلف اوبجكت، تمام. الكلام ده بقى محتاج اكسس في النص. اوبجكت عندي اهوت، هعمل له سكيل بس شويه، عايز اعمل الاوبجكت دوت تويست. هيقول الاول حدد الاكس بتاع التويست، بعد كده اقف في الفرونت اقول له انا عايز الاكسس يبقى كده، تمام. والانجل، الانجل ريفرنس بتاعت التويست اخليها مثلا ايه 45، وادي له انتر. تعال نقف في البرسبكتيف وشوف عمل ايه. لف الايه الاوبجكت بتاعي نفس النظام، هيتكرر في التيبر، بعمل له اكس، وبعد كده ايه ادي الاوبجكت اهوت مثلا، وادي ترانسفورم، وابتدي ايه البند. البند هيبقى الايه الاوبجكت كده كيرفيتشر كده، الاوبجكت زي ما يكون بينام كده اللي هو مايل. اما ترانسفورم بتاع التيبر فهو ايه بيبتدي يتعمل للسيرفس او الفيس اللي فوق بتاع الاوبجكت دوت زي ما يكون سكيل في جميع الاتجاهات، فبيبتدي ايه يكبر طول كل ما يطلع لفوق. فانا هجرب مثلا ايه نعمل بتاعت التيبر، عايز طبعا ايه اكس، نعمل مثلا ديستانس 20، تمام. يبتدي يعمل الشكل ده، تمام. بس ده بالنسبة لإيه الترانسفورم، ده أهم حاجات فيه، ده أهم حاجات فيه جدا يعني. من ضمن الحاجات برضو المهمة في القائمة ديت اللي هي الفلو ألونج سيرفس. الفلو ألونج سيرفس ديت يعتبر أهم حاجة في القائمة ديت. تعال نشوف فيها إيه وبنعمل منها إيه. لو عندي مثلا سفير وعايز اخلي السفير ديت عبارة عن باترن دواير بس ايه واخدة الكيرفيتشر ومقفلة الايه السفير دي، اعمل ايه؟ اول نحاول نعمل الباترن مثلا اللي عايزين نكرره على ال على ال او نخليها سيركل احسن على السفير دي. ادي عندنا سيركل اهي، ماشي. تعال بقى نشغل السناب هنا عند السنتر، تمام. بعد كده نقفله تاني بقى مش عايزينه، ونبتدي ايه نسلك عليهم ونديهم ايه سيرفس. حلو. بعد كده نعمل لهم حيز الأول، حيز ريكتانجلر كده بس انه ايه منسق الموضوع ده. يعني ايه الموضوع اللي انا ببقى عامل زي ما يكون زي ما يكون فرد للسفير دي، زي ما يكون فرد للسفير ديت، لما اتفردت عملت المربع الاقصادي دوت وعليه ايه الباترنز. فانا هرجع الباترنز تاني، هرجع الباترنز التاني للسفير، تمام. أكبرها تاني من الأول، أخد السيرفس أبتدي أكبرها صفوف كده،
امسح الكيرفز خلاص ما عادش عايزة، وبعد كده ايه اكبر الباترن تاني. لغاية ما ايه توصل يبقى الحيز بتاع السيرفس اللي ايه اللي هو عندي. تمام، اعمل الموضوع ده بعد جروب عشان لما يتفرد ما يضايقنيش. بعد كده الموضوع جروب، واروح على الامر اللي هو الفلو، فلو سيرفس اللي ما كن اللي كان موجود في قائمة ترانسفورم، واروح اعمل ايه فلو الونج سيرفس. هيبتدي يسألني بقى ايه سيلكت اوبجكت اللي انا عايز افرد عليه الباترن اللي انا عملته. اقوم محدد له الجروب بتاعي ونضغط انتر، هيقول لي البيس سيرفس اللي بيحتوي الاوبجكت اللي انا عملتها دي. اقوم مسلكت له على السيرفس اللي عملته وضغط انتر. نعمل تاني الموضوع، حددنا له جروب، بعد كده البيس سيرفس. هيقول لي بقى ايه اختار لي التارجت سيرفس. لو اخترنا التارجت سيرفس نمسح السفير ونشوفه عمل ايه، عمل لنا الشكل ده كده. غير انت بقى في الباترن، اعمل كيرف وكيرف جواه بشكل معين، بشكل ستار او بشكل اي شكل قدامك، هيكسجنال اي حاجه، وابتدي كبيرها على الايه على السيرفس دوت، وتحط في اضاءه في النص كده بتبقى ايه تتاخد في الانتريرات بشكل كويس يعني. فده بالنسبه لايه لموضوع اهم موضوع في قائمه ترانسفورم دي اللي هو فلو الونج سيرفس. ده كده خلاص خلصت الدايمنشن والترانسفورم. قلنا الدايمنشن دي عبارة عن انوتيشن، والترانسفورم دي عبارة عن شوية أوامر اللي بتعمل بيها ايه موديفايرز. التول بقى أهم حاجة فيهم طبعا كنا هنتكلم عنها في آخر الكورس إن شاء الله، يعني انترودكشن كده معين عن بايثون سكريبت، أو ازاي احنا بنسكريبتنج أصلا بالبايثون. أنا عبارة هي عبارة عن لغة برمجة بنعمل بيها كومبوننت معين، بنعمل بيه فيجوالايز في البرنامج ده. ده بالنسبة لقائمة تول، مش عايزين حاجة منها غير اللي كنا بنتكلم عنه دوت. الأنالايز، الأنالايز فيه حاجة كويسة جدا اللي هو بيبتدي لو عايز مثلا ايه يلون لك الايدجز اللي موجودة عندك في بوكس، ما يظهرها لك كده اللي هو ملونها لك يعني، تحدد له الاوبجكت. تمام، هتقول له شو ايدجز، هيبتدي هو ايه يحددها لك كده بلون، بحيث ان انت ايه تاخد بالك منها يعني لو انت مش شايف اي ايدج مختفية. تمام، دي من الحاجات المهمة يعني جدا في الايدجز. نخش على قائمة ترندر، ودي مش هنلجأ لها طبعا لان احنا ما بنرندرش حاجه على الـ في الـ في الـ في الراينو خالص. يا اما بناخد مثلا الكلام دوت اي اوبجكت نطلعه ونوديه بصوره او بي جي في الكي شوت ونرندر عادي بيه، يا اما بناخد الاوبجكت 3 دي اس ونحوله ايه طبعا بيتحول للماكس كده على طول، وناخده نرندره في الايه في الفري بتاع الـ بتاع الماكس، لان طبعا الريندر بتاع اي برنامج ضعيف بالنسبه للفيري او بالنسبه للايه للكي شوت. بالنسبه للبانلز، فانت هنا بتتحكم في البانلز اللي انت هتخفيها وتقفلها، اللي هي الايه البانلز اتكلمنا عنها في الاول، فاحنا عايزين نقفلها او نخفيها فتبقى ايه موجوده. نيجي لاخر حاجه بقى هنتكلم عنها ان شاء الله، وبعد كده نعمل التاسك بتاعنا او التاسكين اللي هنعملهم المفروض. اخر حاجه اللي هي ال تي سبلاين. بس الاول قبل ما نخش فيها نتاكد ان احنا جبنا كل حاجه في القوائم دي كلها. ستاندرد شرحناها طبعا كلها. هنا اهم حاجه في السي بلان دوت، قلنا السي بلان مهمته كلها ان هو بيقول لك انا هعمل لك اللي هو السيرفس اللي بيحتوي الجريد اللي اتكلمنا عنها في الاول خالص، اخليها لك بريبنديكولار للاوبجكت او بريبنديكولار للفيو بتاعك حسب ما انت عايز. فهي مش مهمه قوي يعني، انت ماشي حسب فيو بورت تحت ايه فشغال عليها وخلاص. ستيت فيو فيها حاجات مهمه يعني بس مش قوي يعني، اللي انت بينقل لك مثلا من في الاوبجكت اللي انت مثلا في الفيو بتاعك
وانت في فيو بورت واحده ماشي، انت في نفس الفيو بورت بس بيخليك مثلا تشوف التوب من فوق، الظهر من تحت، الفرونت بتاعك، الرايت الليفت كده يعني، بس مش اكتر. غير كده ما بيفيدكش بحاجه. تاني حاجه مهمه في الموضوع اللي هنا دوت، ان انت لما بتيجي تسيف الفايل، فانت المفروض ايه، عندك السيف بتاع الفيو بورد ذات نفسه، فانت ممكن تسيفه عادي كفايل بيتسيف. تالت حاجة مهمة، اللي انت لما بتيجي تعمل الزوم الاوت والان، بدل ما تضغط على الرايت كليك للماوس ومعاه الالت، فانت بتضغط الايه العدسة دي كده اللي عليها الزوم، وتبتدي ايه تستخدم الليفت كليك للماوس عادي، من غير اي استخدام للكيبورد خالص. ده بالنسبة للسيت فيو، مفيش حاجة مهمة فيها غير كده. الديسبلاي طبعا انت بالموضوع بتاع اللي هو السيستم دي ديت غنيتك عن ان انت تلجأ للديسبلاي ديت، فالموضوع بتاعها خلصان. اهم حاجة فيها ان انت لو عايز تسيف اللقطة، مثلا انت خدت لقطة هنا، انت لو خدت اللقطة كده هنا تمام، واللقطة دي عجبتك في الفيو بورت فانت عايز تسيبها، فتعمل كابتشر ليها تمام بالأيقونة دي كده، كابتشر ليها وتسيبها بقى ايه في المكان اللي انت عايزه، وتضغط سيف وخلص الموضوع بتاعه. قائمة سيلكشن طبعا هنا زي اي برنامج بيقول لك سيلكشن للبوينت، سيلكشن للسيرفس، اي سيلكشن للكيرفس، سيلكشن لاي حاجة موجودة. هو بيتكلم عن الموضوع ده هنا، بس هو مش مهم الكلام دوت، غير اهم حاجة موجودة فيها وهي الايه الفلتر. لما تفتح تضغط على قائمة الفلتر دي تمام، بيبتدي يقول لك بقى انا عندي بوينت وبولي سيرفس ولايتس والكلام من ده. فانت لما تيجي تعمل سيلكشن لزحمة حاجات في البروجكت بتاعك كتير، فانت طبعا ايه عايز تختار البوينت لوحدها بس، او تختار السيرفس لوحده بس، هتختار بلوك عندك لوحده بس، فانت بتبتدي تلجأ للفلتر دوت. اللي انت عايز تختاره تاكتفه، واللي مش عايز تختاره ما تاكتفوش، تعمله دي اكتيفيت. وفعلا لما تيجي ايه تختار، يعني مثلا لو عملت عندي في الطب كده بوينت تمام، وجيت اعمل الفلتر دوت واخترت البوينت بس، اجي اسلك على اي حاجة تانية مش هتسلك، هي البوينت مع اني واخد البوكس معاهم، بس هي البوينت اللي ايه اللي اتسلكتك بس. نرجع كل حاجة زي ما كانت طبعا. ده أهم حاجة في قائمة سيلكت. الفيو بورتري اوت اون أهم حاجة فيها اللي بنستخدمها وبس، إن أنت إزاي لو بتتضايق من الجريد فديها اون أوف بعكس الماوس الإيه يمين وشمال. الفيزابيلتي خاصة أنت اتعلم على الأوبجكت مش عايز تشوفه في الفيو بورت لغاية ما تخلص إيديت على حاجة معينة، اتعلم على الأوبجكت عايز تشوفه تعمل له إيه، هو كالطبيعة متشاف، عايز تشوفه تعمل، مش عايز تشوفه تعمل له هايد، عايز تشوفه تعمل شو، يظهر لك كل الحاجات اللي أنت عاملها. عايز تقفله وعايز تعمل اديتنج ومش وانت بتسلك مش عايز ايدك تيجي عنده، فتعلم على الاوبجكت وتقفل القفل لوك اوبجكت، فبالتالي وانت شغال كأنك عامل ايه هايد للاي اوت من هنا او للاير من هنا. عايز ترجعه تاني تفتح ايه القفل، هيفتح لك كل ايه الاوبجكت اللي كانت موجودة. ده بالنسبة للفيزابيلتي. الترانسفورم اتكلمنا عنها ما سيبناش حاجة فيها. الكيرف تول اتكلمنا عنها مش ناقص حاجة. السيرفس اتكلمنا عن كل حاجة فيها. السوليد كل حاجة اتكلمنا فيها، وقلنا ان اهم حاجة فيها الكام حاجة اللي جنب بعض دولت تبع التقاطع والاتحاد والكلام من ده. المش تول قلنا اهم حاجة فيها هو الاوبجكت بس، وعرفنا الفرق ما بين المش والسيرفس النيربس والتي اس بلاين. الريندر مش قلنا مش هنتوجه له. الدرافتنج طبعا ده ايه قلنا، لو تعمل انوتيشن ومثلا عندك بوكس عايز تعمل له هاتشنج، فده موجود عادي. تعال مثلا نعمل ايه هاتش ريكتانجل كده، نعلم على الريكتانجل ده ودرافت، وتعال نعمل له هاتش تمام. انا مختار الهاتش ده، بس هو ليه معمول اسود؟
فلازم عشان اختار في البروبرتيز بتاعته لازم اقف عليه السولي معمول اسود عشان الباترن سكيل بتاع دوت الباترن سكيل اللي بيكررها صغيرة جدا، تمام، صغيرة جدا، فايه فمكررة نفسها كتير، فبين قدامك اللي هي بلاك، فلما انت بتكبرها بتكبر حجمها اكتر، تضغط عليها كده وتبتدي بقى ايه تنوع ما بين الهاتش المعين اللي انت عايزه، دبل كليك على اسم الهاتش، فانت كده خلاص تمام مظبط نفسك في الهاتش. الهاتش ده مش بولي لاين والكلام ده، الهاتش ده بقى هنا ايه ممكن تعمل منه سيرفس، ممكن تعمل منه انترسكشن لاينز، وبعد كده ايه تحوله سيرفس تشتغل عليه انت عادي يعني. هو مش مجرد خطوط وخلاص، لا هو خطوط بجد زي ما كنت راسمها، بس ايه وعمل لها حيز زي ما كنت عملت خطوط كده وعملت تريم بالبوكس اللي بره. ده كده موضوعنا خلص عن كل حاجة متعلقة بالراينو، تمام. ما عادش ناقص غير التي سبلاين، ان شاء الله هشرحه حالا، وهنعمل عليه انتيرور سيمبل كده اورجانيك، وبعد كده ايه نعمل اكستيرور اورجانيك، تمام، وفي الاخر هرفع ان شاء الله كده تاسك وريت الكل يعمل. نكمل ان شاء الله شرح بقى عن التسبي لاين، وبعد ما نخلص شرحه نبتدي نعمل ايه تاسك. تمام، التيز بلاين ده زي الايديت بولي بالظبط في الماكس، بس اللي يفرق عنه ان هو هنا بيتعامل مع النيرباس، هناك بيتعامل مع الايه مع المشس. ف التيز بلاين انت مسافة ما بتسطبه بتظهر القايمة دي موجودة عندك، فيها بقى ايه مجموعة ايتمز كده المفروض هنتكلم عنهم كلهم ان شاء الله، بس ولكل حاجة فوق بتغني عنها ايه بتغني عنها ببانل. انت مسافة ما بتسطبه بيظهر البانل دي، عشان نجيب البانل الكاملة اللي فيها كل حاجة بنضغط على يوتيليتي، تمام، عايزين البانل الكاملة، بنضغط على اول كوماند. اول كوماند دي بتظهر لنا جميع الاوامر كاملة كده، فايه ناخدها طبعا وايه ونسحبها فوق زي ما احنا عايزين، سبعة تحط فوق عادي كده، تمام، تبقى قدامنا بقى ايه ونتعامل معاها. بدل ما نبدأ نجيب من كل ايه من قائمة كريت حاجة وموديفاي حاجة واليوتيليتي حاجة، فهي حاطط كل حاجة قدامنا اهيت، فاحنا بنستخدمها منها. نتكلم عن حاجة في حاجة حاجة فيهم. أول حاجة عشان نبتدي نشتغل بتيس بلاين لازم نفتح الباور بتاعه، تمام، نعرف ايه اللي في الباور. الباور ده فيه في هاندل خاص بيه، لما نقفل الجامبول ده خاص بالراينو، الهاندل ده خاص بالايه بالتيس بلاين بس. فعندنا نعمل موف عادي، نعمل روتيشن، نعمل سكيل ثلاثة تحت بعض اهوت، نعمل مثلا ايه سيت البيفوت بوينت لاوبجكت معين في مكان ما، انا عايز اخليها تتحول في مكان قريب شويه عشان الايديت بتاعي يبقى اوضح، فابتدي الجا للايه للسيت بوف البيفوت بوينت ديت، فابتدي اغيرها. هنا لو ابتدي اتعامل مع البيرتكس مع الايدجز مع الفيس، لو ابتدي اتعامل مع الاوبجكت بشكل عام، فدولت اهم حاجه موجودين في الايه في التيس بلاين الباور بتاعه من هنا. نيجي بقى الايديت بتاعته، تمام. فانا عشان اجي اشتغل قلنا في الاول واحنا بنشرح قلنا ازاي التيس بلاين بيشتغل على حاجتين بس، السيرفس والميشز، ما بيشتغلش على النيربس. فانا بعمل السيرفس بتاعي وابتدي ايه اضغط على ايقونه كونفرت نيربس، ماشي، بيشتغل على ايه النيربس اللي قصده عليه بيشتغل اللي هو السيرفس يعني، لكن لو سوليد نيربس
مش هيحول. فانا بتكلم عن السيرفس، يعني هو قصده يقول هنا الايه السيرفس والميشس، فيبتدي يحولهم لتيس براي، تمام. وبعد كده يحول بعد ما خلصت انت، لو عايز تعمل بقى ايه ايديت من الراينو مش موجود في التيس بلاين، فبتحوله بقى ايه بالرايت كليك يتحول للنيربس، وتشتغل عليه عادي بقى كأنه في الراينو عادي، تمام. ده بالنسبة لإيه لأول أيقونة. تاني أيقونة اللي هي بيطلع منها الأوامر الكرييت، أنت بتعمل كرييت بوكس، كرييت بلاين، كرييت سلندر، أي حاجة بقى في الإيه في اللي قدامك دول عادي، حاجة عادية. هنا البايب لو عندك كيرف جايبه من ال من اسمها ايه من الراينو، لو عايز تعمل تعمله بايب فايه تعال نجرب. هادي كيرف عادي اهوت من الايه من الراينو، هادي الكيرف وعايز اعمل له بايب، تمام. يبتدي يقول لي ايه عايز السيجمنت ديت ازودها. اهم حاجه اصلا في الموضوع الموضوع بتاع البايب اللي اتعمل من الكيرف، تمام. اهم حاجه بتتعمل من الكيرف حاجتين، اللي انت بتعمل السيجمنت دي بتزودها او بتقللها، والراديوس بتتحكم فيه، وفي الاخر حاجه كمان بقى اللي هو ايه انت ممكن تحول البوكسز ديت بدل ما تبقى بايب بوكس تحولها لايه تخليها بايب سلندر، تمام. اللي هو انت بتعمل في البريفيو هنا هو قدامك البريفيو بوكس، لا انا مش عايز، انا عايزه سموث سموث شيت، تمام. خلاص انا كده خلصت، او عايز العب في السيجمنت بقى شويه. السيجمنت طبعا كده مش ظاهر عندي، تمام. فابتدي انا حولت كده، حولت الكيرف ده البايب بناء على شوية ايه، بناء على شوية ايتمز كده موجودة. فانا عملته ايه، عملته بايب منه، خليت الاوت بوت بتاعه سموث، تمام. والبريفيو بتاعه بدل ما يكون بوكسز خليته برضو سموث، وبلعب في الايه في الراديوس عادي براحتي، والايه والسيجمنت اللي موجودة عادي بغير فيها، اقلل عددها اكبر عددها كده، تمام. ده بالنسبة لموضوع البايب. أما الموضوع أبند فيس ده بستخدمه في إيه؟ لما يكون عندي فيس مثلا زي دوت وحولته لإيديت بولي، تمام. وابتدي امسك مثلا ادي خلاص هو اتحول اهو، الفيس ده انا هعمل له سب ديفيجن حلو، وابتدي اخد ده وانصحه حلو. في كام ايقونه كده هنشرح من الاول بسرعه. الايقونه ديت بنعمل منها سب ديفيجن، سب ديفيجن في سب ديفيجن اكزاكت وسب ديفيجن سيمبل. الفرق بين الاكزاكت والسيمبل، الاكزاكت بيعمل للاوبجكت بشكل عام، السيمبل بيعمل للايه للفيس اللي انت واقف عليه بس. ده موضوع السب ديفيجن. اما بالنسبه لموضوع ان انت بتحول للبوكس مود او السموث توجل، اسمه البوكس مود او السموث مود، فانت المفروض واقف ايه على الاوبجكت ده، هو كده سموث، فانا عشان اخليه بوكس واعرف اشتغل عليه احسن يعني واتحكم فيه اكتر، وبعد كده اشوف النتيجه بتاعته في السموثنس هتبقى عامله ازاي، ايه ابقى احوله بعد كده، تمام. عادي بحول ما بين ده وبين ده عادي، تمام. انا دلوقتي شغال في البوكس مود، ف هبتدي مثلا ايه اوريك دلوقتي ايه موضوع الابند فيس ده. الابند فيس ده لو عندي جزء ناقص من فيس زي ده كده وعايز اكمله، انا بعرف اكمله بالايه بالنقطه دي، قال لي سيلكت فيرست كورن،
الايه والسكند كورنر، تمام، وايه والثيرد كورنر. انا ممكن ازود تاني، ماشي، انا ممكن ازود تاني. حلو، هاتهم بالترتيب عشان ايه ما تكعبلوش على بعض. فهو كده يبتدي عمل، انا بس كنت عاكستهم مقصات كده، فايه في الشكل لف على بعض. نظبطها تاني. الابند فيس المفروض اللي انا هكمل بيه فيس عندي ناقص، عايز اكمله بيه، فانا همشي بالترتيب كده من غير ما ايه اعمل تقاطعات خطوط. فده البوينت الرابع. فهو كده عمل الايه الفيس اللي انا عايزه، اللي عايز اكمله. ابتدي اضغط انتر، عمل ايه الفيس اللي انا عايزه. تمام، عايز بقى ايه اظبط النقطة بتاعته من هنا، ابتدي اتنقل طبعا، ايه اظبط الدنيا كده. كده كمل الفيس اللي كان عندي في الاول بعد ما مسحته. تمام، نقطة بقى اللي هو عايزين نشوف الموضوع ده هيبقى عامل ازاي لما يتحول لسموس. تمام، هو طبعا السب ديفيجن بتاع السموس بيفرق عن السب ديفيجن بتاع البوكس مود، فهو بقى بيحول الشكل بس بقى سيرفس كامل. تمام، نخش على اللي بعديه، ديت من الجقلهاش. تمام، اللوفت تيس بلاين ده بقى بيدي كيرفيتشر لما تيجي تعمل ايه سيرفس اورجانيك. ازاي؟ تعالى نعمل مثلا ايه، لما نيجي نكبر كيرف بالكنترول بالالت، تمام، نقفل التيس بلاين عشان مش هيعمل لها كبيرة، هيعمل لها ايه اكستروجن. تمام، احنا دلوقتي ايه نفعل الجنبول ما دام احنا في الراينو، ونطلع نعمل سيرفس كده كيرف، قصدي ونبتدي مثلا نخش التيس بلاين، نفتح المود بتاعه خلاص بار، ونبتدي ايه نقول له لوفت. هيقول لي زي اي لوفت ما اللي كان شرحناه في الاول، سلكت على الكيرفز بس بالترتيب طبعا، وبريس انتر، عمل السيرفس بشكل سموثنس. تمام، ها الفرق بينه طبعا وبين اللي عملناه في الاول، كان الاولاني هيبقى السموثنس اكتر من دوت. ده طبعا ايه لو هنعمل ايديت بقى ايه يبتدي يظبط. التيس بلاين ده معمول عشان لما نعمل ايديت على الايدج، نمسح ايدج، نمسح فيس. في الراينو ما بنعرفش نمسح فيس، ما بنعرفش نمسح ايدج، نحركهم بس. لكن التيس بلاين ده معمول عشان نمسح حاجه من الحاجات ديت، وابتدي ايه الشكل يبقى إيه زي ما انا عايزه. تمام، لان مفيش حاجه بتمسح ايدج او فيس في الراينو غير التيس بلاين. ده بالنسبة لموضوع اللوفت. ده موضوع اتكلمنا عن موضوع الايه السموث توجل اللي هو البوكس مود او الايه السموث مود. نخش على ايه اهم حاجة، الاكستروجن. الاكستروجن هعمل اكستروجن للفيس او اكستروجن لايه ليدج. الاكستروجن ده بلجأ له في ايه، خلينا نعمل سيرفس الاول. الاكستروجن ده عندي بلجأ له في ايه، انا ما عنديش اي حاجه خالص في الراينو او في التيس بلاين بتعمل انست. الانست يعني ايه؟ ان انا هعمل حدود داخليه للايه للبوكس ده تاني، يعني هصغر او اعمل اوفست للواير ده كده لجوه. تمام، مفيش حاجه في الراينو بتعمل كده. تمام، فالحاجه الوحيده اللي بتخليني اعمل اكستروجن دوت، الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أعمل انسيت ده الإكستروجن. بتخليني بيبقى عشان تعمل إكستروجن فبتعمل انسيت إيه داخلي للفيس اللي أنا عايز أعمله. تعال نجرب إكستروجن أهوت للفيس ده. تمام، وبتضغط إيه إنتر. هي عملت له آه
عملت له انست، بس طبعا انست كان مستخبي في الايدج من بره فما كانش باين. شوف عملت انست، تمام. ابتدي اتحكم فيهم بقى بالسكيل او بالموف زي ما انا عايز. عشان ما احركش الجزء ده وابتدي اطلع بيه اعمل ايدج تاني، اعمل اكسترود تاني، تمام، وابتدي اطلع بيه كده. شوف الموضوع بقى في السموث، السموث مود. شوف الموضوع في السموث مود عامل ازاي. ده كده في ال، مش في السموث، ده كده في السموث، تمام. ابتدي تعمل الانست اللي انا عايزه كل حاجه. عشان الانست، موضوع الانست للواير، فريم للفيس دوت مش موجود، فانا بضطر الجا للاكستروجن. وهنشوف في الايه، واحنا شغالين الاكستروجن ده بيفيد ازاي، تمام. نخش بقى عن ايه السيمتري. طبعا لو السيمتري ده بلجأ له في ايه، لو انا شغال على نص هيبقى مشابه طبعا النص اللي هيبقى ايه، لو فيس مثلا او ايه في شكل مثلا سيمتري. انا عايز اشتغل على نص، وفي الاخر بقى ايه، ما بقدرش اكرر بقى الاوامر في الناحيتين، لا انا اشتغل في نص بعد كده ايه، اعمل سيمتري، اعمل لها زي ما يكون ميرور كده. بس السيكنس بعد ما اخلص بدي سيكنس للشكل، تمام، بدي له سيكنس هنا، تمام، بدي له سيكنس. طبعا شكله بيتغير، بيبقى اكتر سموثنس. انا براحتي ممكن امسح واعمل اللي انا عايزه، تمام. ده بالنسبه للسيكنس. الكريز ما بنستخدمهاش لان احنا بايدنا نعمل فيلت وكل حاجه في الكيرف عن طريق اللي احنا بنعمل انسرت ايدجز. هنا انسرت بوينت وانسرت ايدجز. الانسرت الايدجز والانسرت بوينت دول اهم حاجتين في التيس بلاين. زائد موضوع الاكستروجن. انسرت بوينت انت بتضيف، انسرت بوينت انت بتضيف للفيس ده مثلا ايه بوينت، بتضيف للإيدج، قصدي ده كمان بوينت، وبتضيف للإيدج ده كمان بوينت، وده كمان بوينت. فبالتالي أنت عملت هنا إيه، عملت زودت إيدجز جوه الإيه، جوه الفيس، عن طريق أنت بتسلك على الإيدجز أصلا بتبقى واقف فيها، لأن البوينت هيتحط على الإيدج مش هيتحط على الفيس، تمام. ده بالنسبة لنقطة insert point. أنت بتضيف نقطة، فبالتالي النقطة دي لما تضيف نقطة هنا ونقطة هنا تعمل إيدج. هنا لهنا إيدج، إيدج عملت إيه، بولي سيرفس قدامك أهو. فبعد كده بنخش على insert edge، وده مهم جدا، تمام. ده هنستخدمه لما بنعوز نعمل مثلا fillet في جزء معين، نعمل edit في حتة معينة. فبنبتدي ايه، نعمل subdiv بسيط. ازاي بقى؟ دلوقتي انا مثلا عايز ايه، اعمل ازود زي موضوع الكونكت في الماكس. موضوع الكونكت في الماكس ماشي ازاي؟ اللي انا بعمل كن بعلم على ال edges اللي انا عايزها، وبعد كده ابتدي ايه اوصل بيهم بايه، ب edge. فاعمل كده برضو هنا في الايه، في التيس بلاين، بعلم على اللي انا عايز اخلي اعمل بينهم كونكشن، وابتدي ايه احط ال edge بتاعي. تعال نبص على شوية بارامتر كده الاول فوق، تمام. أهمهم البوست سايد، ده اللي أنا طالع عشان البوست سايد اللي أنا هقرر يعمل كونكشن في الناحيتين. تمام، ده بس هو بيبتدي يعمل كونكشن ما بين الإيدجز. عايزه لوحده تقفل البوست سايد، وبعد كده مش عايزه لوحده تعمل البوست سايد أوف، قصدي تعملها اون عشان ايه، تعمل ايدجين في وسط الايه، وسط الايدج اللي انت عايز تعمل عليه
انسرت. تمام، ده بالنسبه البيفل والايدج، ده بيعملوا نفس حوار الفيلت والايه والتشامف. نيجي على الفيل هول. الفيل هول ديت قدامنا هول عايزين نقفلها زي حوار الباتش كده، يا دوبك بنعلم عليها ايه زي اللي هعمله دلوقتي كده. ادي فيل هول قفل، هو بيلقط زي الايه زي في الماكس كده، بيلقط الحاجه اللي مش معمول لها كاب. تمام، الحاجه اللي مش معمول لها كاب يبتدي يلقطها، وبعد كده ايه يلقط الباوندري، الباوندري اللي مش معمول له كاب، فبيبتدي يعمل له فيل هول. تمام، ده بالنسبه لموضوع الفيل هول. ده بالنسبه لموضوع السب ديف او السب ديفيجن، بقى قلنا شرحنا ازاي نعمل اكزاكت، بيعمل للبوليجون كله كامل، وازاي نعمل ايه السيمبل. طبعا واحد بيتبدل ما بينهم بالرايت كليك والليفت كليك، بس انت اقف عليها وشوف الصب الاكزكت بالليفت كليك والايه والسيمبل بالرايت كليك. نيجي موضوع الدبل كيت فيز. الدبل كيت فيز ده لما يكون مثلا عندك الجزء دوت كده كويس وعايز اعمل فيه شغل، وعايز تكبيره وتحطه في جزء تاني زي ما هنعمل في التاسك النهارده. بتقوم عامل دبل كيت فيز. تمام، وخلاص اتعمل كوبير، بعد كده تسحبه بقى عادي تحطه في الجزء اللي انت عايزه بقى في اي مكان انت عايز تكبيره فيه. دي الكبيره في التيز بلاد. طبعا انت عامل عايز تعمل ديليت، بس احنا عادي بنعلم على الكيس اللي عايزينه ونضغط ديليت عادي بيتمسح. هنا الويلد بوينت والايه والميرج ايدجز. الويلد بوينت بيلحم البوينت، بيلحم بوينت بعيد عن بوينت، نلحمهم نخليهم بوينت واحده. الايدجز نخليهم يتلحموا في بعض ازاي بالميرج، بدل ما هما مثلا ممكن يكونوا 2 ايدج كده جنب بعض بس انت مش شايف ان هما مش ملحومين، بس لو عملت عليهم سيلكشن هتلاقي واحده لا بتتعلم واحده ما بتتعلمش. لو عملت عليهم الاثنين وعملتهم ميرج هيتحولوا لواحده ايدج بس. نيجي لاخر واهم حاجه في ال اخر اهم حاجه يعني في الـ TS Spline، البريدج. البريدج اللي هو انت ازاي توصل ما بين بوليجون لبوليجون. تمام، عن طريق البريدج ده اللي هو الفيس دوت، عايز اوصل الفيس ده لفيس تاني. تمام، هنجربها الاول نعرف شرحها او نعرف بس هي ماشيه ازاي. حلو، عايز اجرب موضوع البريدج ده. انا دلوقتي عايز اعمل بريدج ما بين الفيس ده والفيس ده. تمام، ينفع نعمل بريدج ما بين ايدج وايدج، نعمل فيس نعمل بريدج ما بين فيس وفيس. تمام، فانا عايز اعمل بريدج دلوقتي ما بين ايه الفيس ده وبين الفيس ده. تمام، هعمله ازاي؟ انا خلاص عملت سيلكشن على الفيس الاثنين فيس اللي ايه اللي انا عايز اعمل لهم بريدج. قال لي سيلكت فيس جروب تو بريدج، خلاص انا عملت له ايه الفيس جروب. في بقى ايه نقطة لازم نخلي بالنا منها، ايه الفيكتور ده وايه الفيكتور ده. البريدج ده مش هيتعمل الا لما يكون الاتنين فيكتور دولت في اتجاه واحد. تمام، يعني في نفس الاتجاه، يعني لو ده اتعكس او ده كده. تعال نفتح البريفيو، هنلاقيهم ايه عملوا انترسكشن كده مع بعض بلفة غريبة مش حلوة. تمام، وكده الدنيا باظت. فعشان ارجعه واخليه كويس يبقى لازم ايه ارجع الفيكتور بتاعه يبقى مظبوط كده. عمل بريدج كويس. تمام، هنا السيجمنت عادي عايز ازودها عادي، لو انا ايه بزود سيجمنت بحيث ان انا هاخد مثلا شويه شويه سيجمنت في النص وابتدي اعمل لهم سكيل، تدي شكل ايه اللي هو يعني ايه تصغر التيوب من النص وبتبتدي تكبر. لو عايز اعمل مثلا ايه البريدج دوت من كيرف. تمام، ببتدي اكون عامل مجهز كيرف عندي كده في الاول، وابتدي اظبطه على الاتجاه اللي انا عايز اطلعه بيه، وايه واخلي السيرفس اللي انا عايز اعمل له بريدج دوت او عايز اعمل له اكستروجن على الكيرف
يمشي ايه على الكيرف ده. التويست البارامتر التويست لو عايز اخليه يعمل ايه لفات كده وهو طالع تمام، بس ما تبقاش ظريفه. نجرب بقى نضغط انتر، عمل لي البريدج ما بين ايه ال البوليجن ده والبوليجن ده، خلاص تمام. طبعا لو في سب ديفيجن كتيرة وبتاع وانا مدخل يعني هاخد البريدج بتاعي من النص زي ما نعمل في التاسك، هتبقى شكلها ألطف وأحسن تمام. نيجي بقى ايه لاخر حاجة، ان انا لو مثلا عاجبني ايدج معين هنا في الحتة دي زي ما هنعمل في التاسك برضو، ايدج معين هنا عايز اخد الايدج ده لبره ابتدي اعمل عليه حاجة وارجعه تاني في الشكل مش عارف اعملها، اخد ايه ال extract edges ماشي، هكون يعني مسلكت عليه وضغط extract edges وابتدي بقى احركها عادي زي ما يعني ايه هتبقى موجودة عندي، بس انا اعلم عليها هختار لي الكيرف ابتدي بقى ايه احركها عادي زي ما انا عايز اخدها بره تمام. دي يعتبر يعني اهم حاجات التيز بلاين بشكل عام، وكل حاجة اتشرحت فيها بالتفصيل. ان شاء الله نعمل بقى الايه التاسك وننفذ عليه الكلام اللي اتكلمنا عنه في الايه في التيس بلاين ده. نبتدي ننزل بقى الحاجات دي عشان نجهز للتاسك. اول حاجة هبتدي الاول اعمل سيرفس من التوب، حلو، وارجع للبرسبكتيف تاني تمام، وبعد كده اشد الت، او بلاش شيل ده دلوقتي تمام، ادخل السيرفس ده احوله تي اس بلاين تمام، افتح التي اس بلاين مود وابتدي اعمل له ايه اظبط اللقطه بس بتاعتي اللي عايز اشتغل عليها الاول، وابتدي اعمل سكيل للموضوع ده كده تمام، واعمل له سب ديفيجن، نبعمل سب ديفيجن اكزاكت بعد كده اضغط على الاوبجكت التاني وابتدي اعمل له برضه سب ديفيجن subdivision كمان، خلاص كده تمام أوي معقول عدد ال subdivision ده. بعد كده ناخد duplicate لل surface ده للموضوع ده كله كامل، تمام. يبقى عندي كده فيس فوق وفيس تحت، وابتدي الاول اظبط بس اللقطة عندي انها ماشي ازاي. ابتدي اول حاجة اعمل الكولوم كده معروف طبعا بيتعمل في الاورجانيك او الفلويد ديزاين،
ازاي؟ هبتدي اعلم مثلا فيس من ده وابتدي اعمل له بريدج مع فيس من مع نفس الفيس بتاعه من فوق، تمام؟ يعني هو هتقف في التوب واضغط شيفت واختار الفيس بتاعي من فوق وانضغط على بريدج، تمام؟ هيقول لي اختار الفيسز، انتر، تمام. تقريبا احنا اخترنا ايدجز غلط او فيز غلط، معلش. نقف في التوب ناخد الفرونت بقى نعمله برسبكتيف عشان ايه من مغص اللقطة اللي احنا كنا شغالين فيها. شوف احنا اخترنا اصلا الفيس ده ولا لا. تمام، وبعد كده نبتدي نعمل لهم بريدج. عشان نعمل بريدج اتفقنا ان يبقى الفيكتور بتاع الفيس او الايدج دوت في نفس اتجاه الفيكتور اللي فوق، وكمان في حاجة، عدد الفيرتكس للفيس دوت بيبقى نفسه عدد الفيرتكس الموجودة في البوليجون التاني عشان يعمل البريدج بشكل مظبوط. فاحنا خلاص احنا حددنا عدد الفيسز، وبعد كده نعمل بريدج واديله انتر، تمام، انتر، تمام. عمل كده شكل الكولوم اللي بيبقى مشهور جدا يعني في شغل الأورجانيك موديلنج من جوه الانتريور. نبتدي مثلا نعلم على الايدجز دي كده، عشان نعلم على اللوب ده كده نبتدي ايه شيفت شيفت كليك فيعلم لنا على اللوب، بس هما عشان مش لوب اصلا فمش هيعلم عليهم. شيفت دبل كليك على على دي كده هيقوم ظابط الدنيا يعني. فهنا نبتدي مثلا ايه نديها سكيل معين، تمام. نبتدي ايه نحركها لتحت سنة سنة بسيطة بس كده. عايزين نعمل مثلا ايه اوبن بلازا كده، او اوبن بلازا نازلة بسلم نفس اللي موجود في التاسك ده، نفس اللي كنت بقول عليه في التاسك، تمام، اللي هي الاوبن بلازا دي كده عايزين ننزل بيها كده، تمام. ناخدها سحبة من هنا وتنزل من السحبة تنزل على كاونتر كده، تمام، والريلينج ده نازل معاه برضو، ونعمل ايه نظام السلالم دوت ونعمل بيه بريدج كده. وفي الاخر خالص بعد ما نخلص، لان يعني ما ينفعش نعمل سبليت لحاجة من التين سبلاين زي ما اتفقنا، فهنحول الموضوع ده كله لمش، تمام، او بولي سيرفس يعني. وبعد كده نبتدي نرسم شوية كيرفات من فوق على ما نبقى ندخل في الجراس اوبر يعني، ونحول السيرفس ده لبارامتريك او لبارامتريك سيرفس، او نعمل عليه جزء بارامتريك كده معين نوضح عليه اكتر، تمام. فده عايزين نعمل البلازا دي كده الاول. فنعمل ايه، نقف مثلا في البرسبكتيف التاني اللي احنا مظبطينه كده، واحنا كنا واقفين هنا في ال، تمام. ناخد مثلا نوع في الشيدد، تمام، وايه دبل كليك دبل كليك ماشي على الايدج وانا واقف، وايه يجيب لي اللوب بتاعه كله كام عشان انزل. عايز انزل مثلا ايه، شفت لما بتعمل شيفت موف كده في الماكس وتسحب تسحب تعمل سيرفس؟ لا، انا هنا مش كده بقى، انا عايز اعمل ايه هنا، عشان تعمل الحركة دي لازم تعمل 2 اكستروجن ورا بعض، تمام. هتبتدي تنزل براحتك زي ما انت عايز. نوصل الموضوع ده كده في النص، تمام. هنبتدي نعمل برضو 2 اكسترويجن، عشان تعمل الموضوع ده لازم ايه 2 اكسترويجن كده ورا بعض. ونبتدي ايه نظبط البلازا بتاعتها كده من ايه من فوق،
تمام. نقف في البرسبكتيف اللي هنا كده ونشوف الموضوع بعمل ازاي. موضوع لطيف. تمام، نرجع تاني. عايزين بقى نعمل ايه؟ ناخد اكستروجن للايدج دوت، نطلعه لفوق، ناخد منه هاندل كده ننزل بيه ايه للكيرفيتشر السحبه اللي عملناها دي. تمام، فهيبتدي دبل اكستروجن، نطلع بكده بشكل معقول. تمام، ونعمل ايه؟ extract edge. وبعد ما خدنا الايدج من، انا مش عايز منه غير الايه، ان انا اخد الايدج ده بس عشان اخد منه السحب، عشان ابتدي بيه ايه، اعمل بيه الريلينج. فانا هاخد الفيس ده وانصحه ما انتش عايزه. تمام، خلاص مش عايز غير الايه، الكيرف ده، الايدج ده قصدي. تمام، الايدج ده اهم حاجه، ده اللي هستخدمه دلوقتي بقى، اعمل منه ايه، هشتغل بامر اكستروجن كامل الوقت. نكمل الاكستروجن. تيز بلاين ايدج وتيز بلاين ايدج دوت، ابتدي اخليهم ميرج مع بعض. تمام، او أنا أصحابه معادي لوحدهم، مش مشكلة يعني. وابتدي أقف بقى إيه في الطب عشان أشوف الكيرفيتشر كده وأنا إيه. طول ما أنا شغال أنا عايز أسحب السحبة كده، عايز السحبة بتاعتها تبقى كده. ف إزاي أعمل الكلام من ده؟ شغال بالإكستروجن بقى وإيه ومشي. الاكستروجن ومش اكستروجن ومش تمام. وابتدي ارجع في البرسبكتيف عشان ايه، ابتدي انزلهم تدريجي كده مع بعض. حلو، نزل سنة بسنة. نزلوا أكتر، نفس النظام برضو، الشيفت شغال معايا وأعلم على الإيدج.
محتاج ينزل اكتر بقى، فنبتدي ايه ننزلهم اكتر. نمسك البوينت ونكتبها ايه، نصغر الكربيتشر ده بقى خالص، لما هيبقى ايه الكاونتر في الاخر. مش معقولة يبقى بالطول ده يعني. تمام. كده في اللقطة اللي كنا واخدينها نقطة الكيرفيتشر دي، بس كده ايه محتاجة تتظبط بقى، تاخد كيرف أكتر من كده. تمام، ناخد اللي زيها هناك. تمام، هنعمل دوبليكيت نعمل دوبليكيت للايه الكلام اللي عندنا ده، عشان نعمل ريلينج ايه ريلينج تاني. بس طبعا هنمسح منه اللي احنا مش عايزينه. تمام، نقف من الطب كده ونبتدي نعمل روتيت. نمسح من هنا مثلا لغاية هنا كده يعني، نقف في البرسبكتيف. مش عايز ده ولا عايز ده، عايز ده يبقى آخري. في الطب مثلا نقف في البرسبكتيف، دي اللقطة مش عايزين نبوظها ولا مين دي، صح؟ تقريبا كانت باظت. هنا كده تمام، هو كده كده اصلا انا عايز اطلع ده واطلع ده فوق شوية، اطلع ده واطلع ده فوق شوية.
وبس او تي 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 سليم بقى تقطع الموضوع. نيجي مثلا من البرسبكتيف ده كده، ناخد الايدج ده نكمل بيه ايه الريلينج اللي هنا ده. دبل اكسترودجن او اكسترودجن واحد دي مش هتفرق، بالعكس هتبقى احلى لو كملت كده. تمام الفلاتة كانت كويسة جدا يعني. نبتدي بقى ايه ناخد الايدج ده برضه، الايدج ده كده ونعمل لهم اكسترودجن ونسحب، تعمل شكل لطيف برضه. اهو في اللقطة تمام. بعد كده ناخد ده وده وده نعمل له دبل اكسترودجن، دي اللقطة اللي احنا المفروض بنشتغل عليها تمام، ونطلع بيهم نقفل الموضوع بتاع الشكل من هنا، وناخد ده وده دبل اكسترودجن عشان يحافظ على ال edges من بره تمام. ممكن ناخد ده وده كده نعمله دبل اكسترودجن برضو، يتحرك كده تمام. يبقى دي من مفتوحة بالسلم كده.